السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أخويا عمر على التقديم، واسمح لي أبدأ بإشراك حضراتكم في الشرائح. أتمنى تكون الشرائح واضحة أمام حضراتكم. ممتاز ممتاز. أنا الحقيقة عايز أبدأ بشكر لدعوة حضرتك ولمجموعة بيم العربية، لأن أنا الحقيقة فخور جدا جدا بيكم، وفخور بالجهد المخلص اللي بتتبنوه لنشر المعرفة المعمارية والعمرانية بصورة يعني تقريبا شبه يومية، في أنشطة يومية حادثة منكم، والأجمل أنها أنشطة مؤثرة، أنشطة مؤثرة وبتصل بالذات إلى الأجيال الجديدة، لأنها بتشمل أبعاد عميقة في العملية التصميمية، لكن أيضا بتربطنا بالأمور التقنية وبالمستحدثات في البرامج الرقمية الجديدة اللي بتساعد المعماريين والمصممين والعمرانيين. فلكم مني شكر جزيل وكبير جدا جدا. أنا أيضا بشكر مجموعة مشيرب، الفريق المذهل اللي أنتج هذا المشروع في رأيي، واللي أنا فخور أن أنا بنتمي ليهم كمان، وأن أنا هحكي ليكم سردية هذا المشروع. أنا الحقيقة زي ما حكى أخويا عمر، أنا بكتب بصورة مكثفة بالإضافة إلى عملي يعني الأكاديمي وعملي الاستشاري. أنا معماري مصري وفخور بأن أنا من مصر، وظروف العمل وظروف الحياة خلتني يعني أتواجد لفترة جيدة في الخليج تتجاوز 17-18 سنة، جعلتني مقترب مما يحدث في المدن الخليج، وأدعي أنني تمكنت من أن أكون خبرة حياتية مما يحدث في هذه المدن اللي أعتقد أن مستويات النمو المعماري والعمراني بها فارقة. أيضا أنا أتحدث كثيرا وأحاول أن أصل أفكاري أو أن تصل أفكاري عبر الوسائط المتعددة، فعندي أيضا قناة على يوتيوب بحاول أطلع يعني أنتج فيها مجموعة من الحوارات اللي ليها علاقة بالمفاهيم التي أريد أن أشركها مع حضراتكم، فأيضا لمن يسمح له الوقت إن هو يطلع عليه. محاضرة اليوم الحقيقة هي بالفعل سردية لتعامل مع قلب مدينة مهمة من مدن الخليج ومن مدن الشرق الأوسط، وهو قلب مدينة الدوحة. لكن قبل أن أحكي هذه السردية، أنا أريد أن أضع حضراتكم في ثلاث سياقات مهمة. السياق الأول له علاقة بالمتغير المهم جدا الذي قفز إلى حياتنا بلا تنبيه، وهو يعني جائحة كورونا. ثم أريد أن أضعكم أيضا في سياق مدن الخليج، ما هو المختلف، ما هو المتميز بالنسبة لمدن الخليج، ثم مدينة الدوحة بصفة خاصة، ماذا حدث في مدينة الدوحة. وسأنهي بعد تقديم هذه السياقات الثلاث، سأنهي بمزيد من التركيز عن فكرة هذا المشروع. أنا بعتقد أن إحنا الحقيقة بنواجه تحدي غير مسبوق، وهو جائحة كورونا، وكل واحد مننا بلا استثناء أعتقد أن التحدي كبير، لأنه لم يكن استثنائي، لكنه تحدي مس الجميع، الغني والفقير، الأبيض والأسود، من يسكن في القرية ومن يسكن في المدينة، من يملك ومن لا يملك. وأعتقد أن هناك عشرات من الدروس التي يمكن أن نتعلمها من هذه الجائحة، وخاصة في مجالنا العمران والتخطيط. لكن أعتقد أننا يجب أن نلجأ إلى مدخل إبداعي، إلى مدخل يعيد صياغة بعض الأولويات ويجعلنا ننتج أطروحات بديلة. فأعتقد أن هذه مسؤولية مهمة جدا أفرزتها لنا جائحة كورونا. وبسبب هذه القضية، قضية جائحة كورونا، أنا يعني بدعو حضراتكم لأن تساعدوني لنسأل سؤال ونحاول أن نجاوب عنه، وهو
كيف نوقف الجريمة المستمرة التي أسميها المخازن البشرية؟ اكتشفنا أثناء جائحة كورونا أن المسكن يجب أن يكون له مذاق آخر، المسكن يجب أن يكون تجربة أخرى، المسكن ليس فقط وعاء، ليس فقط مكان ليحمينا من الأمطار ومن قسوة الجو وخلافه. المكان، المسكن هو مكان للعائلة، مكان للحياة، مكان للاحتماء والاحتواء. واكتشفنا بسبب جائحة كورونا أن كثير من مساكننا تعاني هذه المعاناة، ومع ذلك نستمر حتى هذه اللحظة في مزيد من هذه المشروعات. هل هناك بديل لطرح إسكاني مختلف؟ أنا أعتقد أن هناك بدائل، وأعتقد أن المشروع اللي هحلله أمام حضراتكم اليوم ينتمي إلى هذه الأطروحات البديلة. السياق الآخر اللي أعتقد أنه مهم جداً بالنسبة لهذه المحاضرة هو ماذا حدث ويحدث في مدن الخليج. الواقع، الصورة دي الحقيقة من الصور اللي في المجموعة بتاعة شركة أرامكو للبترول، وأنا الحقيقة يعني بتلفت نظري جداً هذه الصورة لأنها تحمل كل ما يمكن أن نسميه علامات الحداثة. يعني فجأة هذا المجتمع البسيط البدائي ترصد فيه خط أنابيب البترول، ترصد فيه الطائرة، ترصد فيه السيارة، وفي نفس الوقت البدوي البسيط يقف يلمس بيده الماسورة وينظر إلى الطائرة ونزل لتو من السيارة. ففي بعد يعني فانتازيا، كأن الواحد بينظر إلى حلم، لكن الواقع إن هذه هي التجربة التي برت بها كل مدن الخليج فكرة ما يمكن أن نسميه الحداثة السريعة أو التطور السريع. ورصد هذا التطور في بدايات لإنشاء مدن مختلفة، هنا مثلا حالة الدمام في السعودية اللي بدأت أيضا باستكشاف بئر من آبار البترول، ثم بدأ العمران يتحرك حولها. نفس القصة في حالة الزهران، وده واحد من الكامبس أو من معسكرات التنقيب اللي تحول لاحقا إلى مدينة كاملة. والحقيقة لو حد منكم مهتم، أنا عملت كتاب عن مدن العرب في روايتهم، وفي تقريبا فصل في الكتاب ده بيتناول مدن الخليج، وبيتناول عبقرية المؤلف الراحل عبد الرحمن منيف في خماسيته مدن الملح، اللي حاول فيها أن يرصد كيف يتغير مجتمع هذا التغير الجذري عندما تتدفق عليه أموال غير مسبوقة. وهذا التغير ليس فقط تغير مادي، ليس فقط تغير عمراني، ولكنه تغير على كل المستويات، تغير ثقافي، تغير اجتماعي، تغير اقتصادي. إذن مهم جداً أن نكون واعيين لهذا المستوى من التغير السريع الذي قد يدعي البعض أنه تقريباً غير مسبوق في العالم كله، باستثناء حالات بسيطة جداً أن تحدث هذه الطفرة في وقت محدود. لكن في نفس الوقت روايات أخرى تحذرنا، وهذه الرواية يعني أيضاً يعني محذرة جداً جداً. هذه الرواية صدرت من حوالي أكثر من 10 سنوات، اسمها تسونامي، والكاتب لم يستطيع أن يكتب اسمه الحقيقي فكتب اسم مستعار هو حمود السايق. وعندما تفتح الصفحات الأولى من الرواية تدرك لماذا استخدم لفظ مستعار، لأن الحقيقة الرواية بتبدأ بمشهد شديد الدرامية، وهو مجموعة من الشباب السعودي يقف أمام سفارة بنغلاديش يحاول أن يحصل على تأشيرة الدخول ليذهب إلى دكة عاصمة بنغلاديش ليعمل هناك كسائق. صورة يعني مؤثرة وقوية وعنيفة ومؤلمة أيضا لأهل الخليج، لكن عندما تتبين عندما تتبين أن هذه السردية هو يستشرف بها المستقبل سنة 2195، يعني تقريبا 170-180 سنة من النهاردة، هو كان يرفرف بعلم أحمر كبير ويدق ناقوس خطر ضخم يقول فيه ماذا سيحدث في مدن الخليج بعد البترول.
ماذا سيحدث عندما ينتهي البترول كسلعة استراتيجية في العالم. والواقع أن ما طرحه هذا المؤلف المبدع بدأت علامات واضحة جدا جدا في العالم توضح أن سعر البترول بينخفض، وأن البترول لم يعد البرميل يباع ب 100 و 120 و 130 دولار، وإنما سعر البترول دلوقتي 40 50 دولار، بتبقى حاجة ممتازة جدا جدا. لكن الأخطر من كده، هل أصلا البترول هيكون له قيمة حتى لو وجد؟ نحن نتحدث عن أبحاث عالمية مكثفة في معاهد الأبحاث حول العالم كله تتحدث عن أنواع جديدة من الطاقة واستخدام هذه الأنواع. وهنا أنا أرصد أمام حضراتكم الطائرة الأولى في العالم التي تحركت في رحلة حول العالم كله بدون استخدام نقطة واحدة من النفط، وبالاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية. ولسخرية القدر هذه الطائرة بدأت رحلتها الأولى من مدينة خليجية هي أبوظبي، ووصلت في رحلتها الأولى إلى مدينة خليجية أخرى هي مسقط، وأثناء تحركها كانت تتحرك حول ناطحات السحاب الزجاجية التي بنيت بأموال النفط، والتي لا ندري ماذا سيحدث عندما يتوقف النفط عن أن يكون ركيزة اقتصادية مهمة. إذن التحدي الكبير لكل مدن الخليج هي كيف تستعد لهذه الحقبة الجديدة، كيف تستعد لحقبة ما بعد الكربون، كيف تستعد لحقبة ما بعد البترول. لأن الواقع أن ما تم خلال العقدين الأخيرين بالذات في مدن الخليج يثير الخوف ويثير التساؤل ويستدعي الحذر، لأن معظم مدن الخليج وعلى رأسها دبي لجأت إلى ما أسميه أنا التنمية الأيقونية، التنمية التي نحاول فيها أن نقلد الغرب، نحاول فيها أن نضع في نسيج مدننا الخليجية صورة تتقمص صورة سنغافورة المعدلة، تتقمص صورة نيويورك المعدلة، تتقمص صورة شيكاغو. وفي أثناء هذا الفعل صرخنا صرخة عالية رفضنا فيها التاريخ ورفضنا فيها الماضي، لم نستفد من التاريخ ولم نستفيد من الماضي، وبالعكس بدأنا ننظر للماضي أو بدأنا ننظر إلى الفصول القديمة من تاريخ المدن الخليجية على إنها فصول مرتبطة بالفقر، مرتبطة بقسوة المعيشة، ويجب أن تلغى من حياتنا. وبالتالي تقريبا كل مدن الخليج بلا استثناء أزالت ودمرت واستباحت أجزاء من المدينة مع سبق الإصرار والترصد من منطلق أننا يجب أن نرفض هذه الفصول التي تذكرنا بأيام قاسية. الأخطر أن مدن الخليج دخلت في منافسة ليست منافسة في العلم، ليست منافسة في التعاون، ليست منافسة في إنتاج المعرفة، ولكنها منافسة في من يبني الأكبر، في من يبني أكثر، في من يبني الأعلى. عندما تم افتتاح برج دبي بارتفاع 880 متر، في نفس اليوم الأمير وليد بن طلال في الرياض قال أنا هعمل برج أكبر منه ونسميه برج المملكة، ويبقى البرج ده كيلو متر ارتفاعه، 1000 متر، فقط لمحاولة التنافس أو التنمية الأيقونية في أماكن مختلفة، هنا في حالة المنامة مثلا أو الأبراج الزجاجية وخلافه. وانتشرت انتشار كبير جدا بحيث أن خطوط السماء في بعض المدن الخليجية بصورة متفاوتة أصبحت تميزها هذه الأبراج الزجاجية، وهذه التجارب المعمارية لبعض المعماريين الأجانب الذين شعروا برخصة استبيحت فيها المدن الخليجية، وتحولت هذه المدن الخليجية إلى ما يمكن أن تسمى معمل سيء لاختبار التجارب السيئة في العمارة والعمران. أنتقل هنا إلى سياق مدينة الدوحة، ومدينة الدوحة أيضا حدث فيها يعني انتقالة عمرانية ومعمارية كبيرة جدا. هذه الصورة فقط تركيب لأوضح فيه
دراما البداية اللي كانت من 70-80 سنة، ثم الحالة الراهنة لخط سماء شديد التعولم. لكن خليني أشرك حضراتكم في يعني معلومة طريفة، لكن كمان توضح لحضراتكم التحدي اللي أنا مطالب بيه، إن أنا أكلمكم على مدينة. هذه المدينة مختبر أو موقع السفر الشهير جداً جداً Lonely Planet، وهو موقع مشهور جداً لتقديم تقارير وكتب عن المدن وأماكن مقاصد السياحة ومقاصد السفر في العالم. تحدث عن مدينة الدوحة سنة 1998 على أنها واحدة من أكثر المدن مللاً على وجه الأرض. تخيل أن مدينتك، المدينة التي تنتمي إليها، المدينة التي هي عاصمة دولتك، توصف بهذه الصفة. إذن القضية المهمة هنا، إذا كانت هذه حقيقة، هذا التصنيف المهم والذي له قيمة في تصنيف المقاصد السياحية وخلافه بيصف مدينتك بهذه الصفة، السؤال يصبح: ما هو الجهد الذي يغير هذه الصورة؟ ما هو الجهد الذي يغير هذه الصفة دون أن تخسر المدينة ذاتها، دون أن تخسر هويتها، دون أن تخسر تاريخها، ودون أن تخسر مجتمعها، وهو أيضاً معيار مهم جداً جداً. الدوحة بدأت مدينة بسيطة جداً ومتواضعة، تعتبر قرية صيادين بسيطة تطل على الخليج، وهناك علاقة قوية جداً جداً في كل دول الخليج ما بين مياه الخليج وما بين الحياة حول منطقة السيف أو منطقة الشاطئ، لأن العمل الرئيسي كان عمل قاسي، أو العمود الفقري لاقتصاد هذه الدول أو هذه المدن كان عمل قاسي، وهو صيد الأسماك والغطس من أجل استخراج اللؤلؤ. ونلاحظ هنا بساطة وعفوية المدينة، ولا يوجد فيها أي ملامح لتوجهات رأسية إلا في بعض المآذن البسيطة التي تشكل الملمح البصري الرئيسي لخط سماء المدينة. وأيضا هناك ما يمكن أن نسميه ترديد لملامح العمارة الخليجية والعمارة المجتمعات الإسلامية، النسيج إلى حد كبير به إحساس التضام، وجود الأفنية الداخلية، التراكم ما بين الكتل البنائية. ثم حدثت اللحظة الفارقة باكتشاف النفط، وليس فقط اكتشاف النفط، لكن النفط أصبح سلعة تصدر، والسفينة الأولى التي خرجت من ميناء الدوحة خرجت سنة 1947 لتعلن عن لأول مرة في تاريخ هذه المدينة وهذه الدولة، مثلها مثل كل دول الخليج، أن تصبح القاعدة الاقتصادية قاعدة اقتصادية منتظمة. أنت تستخرج اللؤلؤ ولا تعرف إذا كنت ستستخرجه مرة أخرى، تصيد الأسماك ولا تعرف متى سيكون الصيد وفير أو قليل، لكن عندما تنقب وتدفق البترول وترسله في سفن وتحصل على ريع من هذه العملية المستمرة، تشعر بانتظام اقتصادي. هذا الانتظام بدأ ينعكس في ملامح، كما تروا حضراتكم في الصورة السفلية، ملامح لما يمكن أن نسميه بداية بعض الشوارع الممهدة، بعض المباني اللي بدأ يبقى فيها نوع من أنواع عمارة الحداثة، طبعا وجود السيارات الذي ظهر في المدينة. لكن الظاهرة الأخطر هنا هي أن بدأ خلال المجتمع، وهذا أيضا مرصود في رواية عبد الرحمن منيف اللي بدأت بها المحاضرة، بدأت تحصل تساؤلات عن: هل هذه البيوت القديمة، هل هذه البيوت العود بتاعت جدودنا، هل نستحق بعد هذه الطفرة المالية أفضل منها، أم يجب أن نستمر فيها؟ تساؤل مهم جدا جدا، وسأوضح لحضراتكم لاحقا كيف أثر في صياغة المدينة وفي فهم ما معنى قلب المدينة. هذه مجموعة من الخرائط
اللي توضح لحضراتكم من لحظة بدء التدفق العوائد النقدية لبيع النفط كيف حدث ما يمكن أن نسميه تقافز في حجم المدينة. المدينة تتقافز في كل 10 سنوات، في كل عقد يحدث تضخم كبير جدا في المدينة، المدينة تنتشر بصورة أفقية. ولكي أعطي لحضراتكم إحساس فقط بالمقياس، هذه هي الدوحة سنة 1937 اللي هي تقريبا القلب الذي سأتحدث عنه بصورة تفصيلية. جزء كبير هو هذا القلب الذي سنتحدث عنه في مشروع قلب الدوحة أو مشيرب. هذا القلب هو موقعه هنا في خريطة الدوحة الحالية. إذن هذه هي الدوحة من 70 سنة، 80 سنة، وهذه هي الدوحة الحالية. تدفق عمراني أفقي في اتجاهات مختلفة، سواء موازي للساحل المياه أو في عمق المدينة بأجزائها المختلفة. أيضا نقدر نرصد هذا المستوى من التطور عندما نتأمل مجموعة من الصور الموثقة للواجهة المائية أو واجهة الخليج. بتبدأ هذه الصور والاندهاش يكون من أن هذه الصور الانتقالات بينها هي فقط 2 أو 3 سنوات، يعني ما بين الصورة اللي في الأسفل والصورة اللي في الأعلى حوالي من 10 إلى 12 سنة فقط. وأيضا هذا دليل يوضح لحضراتكم حجم التنمية المعمارية والعمرانية تقريبا نقدر نقول عليه منفلت سريع السرعة، تجعل الإنسان صعب عليه أن يتوقف ويتساءل. وأنا أقصد هنا بالإنسان المعماري والعمراني ومتخذ القرار وحتى المجتمع. هنا مثلا حالة فندق الشيراتون وقاعة مؤتمرات الشيراتون، واحد من أهم معالم الحداثة في مدينة الدوحة في نهاية الثمانينيات عندما اكتمل. وهذا هو حال الفندق الآن، وكل هذا تم في آخر 20 سنة. اللي أنا بعتقد إن هو كان استمرارية للتأثر بدبي والتأثر بفكرة أننا يجب أن نصبح مدينة متعولمة، ويجب أن نقلد الغرب، ويجب أن يكون الانطباع الأول لمن يزور المدينة أنها يبدو أنها تشبه سنغافورة، يبدو أنها تشبه هونغ كونغ، يبدو أنها تشبه شيكاغو. أصبحت للأسف هذه هي الأحلام لكل مدن الخليج. وفي سياق محاولة تحقيق هذه الأحلام ببناء ناطحات السحاب والأبراج الزجاجية، الأجزاء القديمة من المدينة، قلب المدينة، تعرض إلى أقصى درجات الهجر والتداعي والإهمال. لأن السؤال اللي أنا سألته أمام حضراتكم الخاص بي عندما بدأ أهل مدن الخليج بلا استثناء ومنهم أهل مدينة الدوحة يتساءلون، هل سنبقى في المكان القديم؟ هل سنبقى في بيوتنا التقليدية؟ هل سنبقى في بيوت بأفنية وليوانات وهكذا؟ أم أننا نستحق الآن بكل هذه التدفقات النقدية أن نعيش في فيلل ونعيش في بيوت تشابه البيوت التي نراها في الصور وفي أفلام نيويورك وشيكاغو وكاليفورنيا وخلافه؟ ولذلك بدأ حالة هجرة يعني متسارعة جدا جدا من هذا القلب القديم الذي ترك ليتداعى وأهمل، وأصبح هو موطن لبعض الفئات البسيطة العاملة التي تحضر إلى الخليج من أجل مشروعات الإنشاء والبناء وخلافه، واستوطنت هي هذا القلب. إذن نحن أمام منطقة من نسيج المدينة بدأنا نلمح فيها ملامح الإهمال، ملامح الهدم، وملامح التداعي، ومع ذلك لم تشكل لفترة طويلة جداً أي عبء أو أي نوع من أنواع الهم والتساؤل. ويبدو أن هذا بسبب أن هذه كانت ظاهرة في كل مدن الخليج. حدث هذا في المنامة، وأنا أتحدث هنا عن المدن، حدث في المنامة، حدث في الكويت، حدث في جدة، حدث في الرياض بدرجة أقل طبعا في مسقط، لكن كل المدن الخليجية بلا استثناء
حدث فيها نوع من أنواع رفض الماضي والتعامل مع الماضي من منطلق أنه تجربة قاسية، تجربة بتذكرنا بأيام لا يجب أن تكون هناك دلائل بصرية في نسيج مدننا تذكرنا به. إذن نحن نتحرك خارج هذا القلب، نبني الفيلات على الطرز الأمريكية ونخرج إلى حواف المدينة، ونحن نملك النقود لكي نشتري أفضل السيارات. إذن الحركة على الطرق السريعة لا تقلقنا، والمسافات الأفقية الكبيرة بين الأماكن المختلفة والمقاصد المختلفة في المدينة لا تربكنا، وبالتالي أصبحت المدن الخليجية كأنها نسخة من حالة الحلم الأمريكي المشوه، حلم السابربيا، حلم ما بعد المنطقة العمرانية القلب المتوسط والخروج إلى الحواف. ونسينا أيضاً أثناء هذا التداعي والإهمال أن هذا النسيج المتميز وهذا التراكم العمراني وهذه الحساسية المعمارية كان يمكن أن نتعلم منها الكثير، بدلاً من أن نتركها للبلدوزر ليزحها أو نتركها مع سبق الإصرار والترصد إلى طبقة من العمال الوافدين من دول أخرى لا تدرك قيمتها ولا تدرك أهمية الحفاظ عليها. أيضاً على المستوى المعماري الكثير من الملامح المعمارية الرائعة التي كانت موجودة في هذه السياقات، وأيضاً أنا هنا أتحدث بصورة عامة، في كل مدن الخليج كانت هناك مباني ومساكن من أجمل ما يمكن، وبها اللغة المعمارية التقليدية الوطنية التي أنتجت من التفاعل التجاري الذي كان يحدث أيام صيد الأسماك وتجارة اللؤلؤ مع إيران ومع الهند ومع زنزبار ومع اليمن، اللي جعلت كل مدن الخليج تقريبا في رأيي تشهد ما يمكن أن نسميه الموجات الأولى للعولمة، وليس فقط العولمة بالمفهوم المعاصر الذي نتحدث عنه. ولكن قسوة الحقيقة كما ذكرت لحضراتكم أنه أصبح هناك إحساس جمعي بأن هذه الفصول القديمة من حياتنا لا يجب أن تبقى، وأصبح البلدوزر هو الحل. وأنا دائما أحذر وأيضا يعني أستدعي هذا التحذير وأرسله إلى أصدقائي في مصر أننا نؤجل دائما دور البلدوزر، لأن ما يزال لا يمكن بناؤه مرة أخرى، ولو بني مرة أخرى هو يبنى بصورة مزيفة ونفقد هذا الأصل. حتى على مستوى التفاصيل البسيطة فقد الكثير من القيم التشكيلية والقيم الحرفية في سياق المناطق القديمة. الأهم أيضاً في رأيي أن هناك سياقات حياتية، أنا لا أتحدث هنا فقط عن الجماد، لا أتحدث عن شكل نافذة أو شكل باب أو شكل زخارف، لكني أيضاً أقول أو أدعي أن المدن القديمة في كل الشرق الأوسط وفي كل العالم أحياناً تتوافر بها أنساق حياتية متميزة ومتمايزة، وبالتالي أيضاً يجب أن نتعلم من هذه الأنساق إذا كنا نريد إفراز نفس المستوى من الفضاءات المفعمة بالحياة. والإحساس المقياسي الإنساني الذي به أيضاً أطروحات بصرية بديعة زي حالة وجود المئذنة هنا كنوع من أنواع العلامات المميزة لهذا الدعوس أو هذا الشارع البسيط اللي شارع كله بيعتمد على المشاة ولا يعتمد على السيارة. إذن للأسف الحالة التي كنا وصلنا إليها أن هذا القلب القديم للمدينة الذي كان قلب مفعم بالحياة، قلب قريب من الشاطئ أو منطقة السيف اللي بترجع منها السفن الصيد بعد غياب مطول وتلتقي العائلات، ثم تنتقل إلى السوق، ثم تنتقل إلى بيوتها وتحدث العديد من الاحتفالات والتفاعلات الإنسانية، هجر كل هذا المكان وتحول إلى مكان متداعي ومهجور. الفيصل في رأيي
النقطة نقطة التحول في رأيي كانت سنة 20 يعني 2010 في رأيي سنة مهمة جداً، وهي السنة التي حصلت فيها قطر على استضافة كأس العالم. ومن من قبل الاستضافة أصبح هناك تساؤل عام، تساؤل معرفي، تساؤل هوياتي، تساؤل ذاتي، تساؤل مجتمعي عن فكرة هل نستمر مقلدين؟ هل ستستمر المدن الخليجية مدن مقلدة؟ وبصفة خاصة هل ستصبح الدوحة هي نسخة من دبي، والتي هي دبي نفسها نسخة من مدن أخرى، أم أننا يجب أن نصيغ أطروحات جديدة؟ وأنا الحقيقة كتبت بصورة مكثفة عن مدينة الدوحة، وأستطيع أن أقول لحضراتكم أن هذه النقلة النوعية، هذا التحول، ارتكز على قضيتين أو محورين أساسيين. الأول هو الانتباه إلى الانتقال إلى عصر المعرفة، والابتعاد عن الإحساس أن البترول والغاز سيستمر للأبد عمود فقري للقاعدة الاقتصادية. الاقتصاد المعرفي يعني أنك تتوجه إلى تنمية عمرانية ترتكز على المعرفة، فلا تهتم بناطحات السحاب مرة أخرى، ولكنها أنك تتوجه إلى المتاحف، إلى المراكز البحثية، إلى الجامعات، إلى المؤسسات التي يمكن أن تستقطب العقول المعرفية. من جهة أخرى أو التوجه الآخر هو كيف تتوازن توازن حقيقي بين الأصيل الذي تمتلكه وبين تطلعاتك العالمية والحداثية، وكيف تغفر لنفسك إهمالك لفصول من تاريخك القديم وتعيد التأمل فيها وتعيد الاستفادة منها وتربطها مع أطروحاتك العالمية، بحيث تحقق مزيج مختلف يعطي لمدينتك ويعطي لمكانك شخصية أخرى. خليني أحكي لحضراتكم قصة طريفة قبل ما أنتقل إلى قلب المدينة، قلب الدوحة. أنا سمعت هذه القصة اللي أحكيها لحضراتكم دلوقتي تقريباً من معظم الناس اللي زارت الدوحة، سواء للعمل أو لمؤتمر أو لمهمة أو لخلافه، وأنا نفسي تعرضت لنفس هذه التجربة عندما حضرت للدوحة في المرة الأولى. حضرت وذهبت من المطار إلى الفندق، ثم زي أي واحد بيبقى متطلع، وبالذات إحنا كمعماريين وعمرانيين متطلعين إلى أن إحنا نستكشف المدينة، فأنا أخذت تاكسي من الفندق وقلت له أنا عايزك توديني مركز المدينة، وطبعاً لأن معظم السائقين يعني بيتحدثوا اللغة الإنجليزية، فأنا قلت له من فضلك أنا عايز أروح السيتي سنتر، دوحة سيتي سنتر، مركز مدينة الدوحة. هذا هو المشهد الذي توقف أمامه التاكسي، وأنا بقول لحضراتكم التجربة دي ليست تجربتي أنا لوحدي، دي تجربة عشرات إن لم يكن المئات اللي جم الدوحة من أول مثلاً 2004-2005 لغاية 2007-2008-2010، إن كان الإجابة أنك تجد نفسك أمام مول تجاري، وسائق التاكسي اللطيف اللي بيحاول يساعدني جابني هنا، لأن الواقع أن المول ده اسمه سيتي سنتر. إذن المذهل إن حتى في وعي الناس، سواء الناس المواطنين أو الناس العاملة في قطر والمقيمة في قطر، لم يكن هناك مركز للمدينة. فكرة أن المدينة لها مركز، وخاصة كما شرحت لحضراتكم بسبب الامتداد الأفقي المبالغ فيه، فتتت المدينة ولم يصبح لها مركز، وخاصة أن المركز القديم تقريبا انتشل من ذاكرة الناس ومن وعي الناس. تأسف. أنا أنتقل هنا إلى حالة مشيرب. مشيرب هي المركز القديم الجديد الذي سأحاول أن أتحدث عنه الآن. وأنا شرحت لحضراتكم لماذا هجر الناس هذا المركز، لكن أنا أيضا مهتم جدا بهذه الصورة لأنها توضح لحضراتكم أن واحد من النوايا المهمة جدا لهذا المشروع أن يقدم إجابة تختلف عن الإجابة الموجودة عن الضفة الأخرى من الخليج.
هنا ضفة العولمة، هنا ضفة الاستسلام لنموذج التنمية الأيقونية، هنا الإجابة البديلة أو الطرح البديل. لكن لكي تتمكن من أن تقدم طرح بديل كان يجب أن يكون هناك رؤية، الرؤية كان لها علاقة بكيف ننتج عمارة جديدة أصيلة. مهم أوي التعبيرات اللي أنا بستخدمها دي لو تأذنوا لي حضراتكم، عمارة جديدة أصيلة، عمران جديد أصيل، فضاءات للإنسان، مشروع متكامل وليس تقسيم أراضي ينتج عمران مشرزم ومبعثر اللي بنشوفه في كل نسيج مدننا العربية الآن، أننا حولنا مدننا إلى مشروعات تقسيم أراضي، تفتيت لقطع من الأراضي وتعطى الأراضي لأشخاص أو لمستثمرين أو وكل يبني بطريقته وبأسلوبه وبتوقيته وبمواده وبمرجعيته التصميمية، أو يترك الأرض بدون بناء، فنتحول إلى حالة من العمران المبعثر والمشرزم. إذن أنا أحكي لحضراتكم سردية، هذه السردية استمرت تقريبا لمدة عقد، من شهد الكثير من التغيرات والتحولات من سنة 2010 إلى 2020 عندما أصبحت المنطقة تقريبا تداعت تماما وهدم الكثير منها وأصبحت يعني في حالة يرثى لها، إلى الحالة الحالية التي أريد أن أفصل لحضراتكم كيف تم الوصول إلى هذه الحالة. واحد من أهم العناصر في رأيي المؤثرة جدا في فهم قيمة هذا المشروع هي فكرة شمولية الارتقاء والتجديد العمراني، وأن القضية ليست قضية منهج الوجبات المتناثرة، منهج التعامل مع قطع متباعدة، أو منهج أن تستثمر قطعة أرض مع مستثمر وتستثمر في قطعة أرض أخرى مع مستثمر آخر. القضية هنا كانت هل من الممكن أن يتم تأجيل عملية التخطيط والتصميم والتركيز لمدة زمنية مهما طالت لإنتاج مجموعة من المعايير التصميمية والدلائل الإرشادية الحاكمة التي تضمن لنا أن عملية التجديد والارتقاء ستكون شاملة؟ بالفعل هذا ما حدث. أنا بعتقد أن قيمة مشروع مشيرب أنه من أوائل، إن لم يكن من المشروعات الوحيدة في العالم التي أجلت الإنتاج المرسوم لحساب الإنتاج البحثي، أن نبدأ برحلة بحثية. هذه الرحلة البحثية استمرت لقرابة 3 أعوام، وأنا بأكرر هذا الإطار الزمني، 3 أعوام جهد فريق بديع من الباحثين، من المفكرين، من أهل البلد، من المقيمين، من الخبراء المحليين، من الخبراء العرب، من الخبراء الأجانب، كل هؤلاء يعملون من أجل إنتاج صياغة وإنتاج دلائل مرجعية لعملية التنمية العمرانية. أنا بعتقد أن ده مهم جدا، ومهم جدا بالنسبة لحالة دولتنا الحبيبة مصر، لأن مصر فيها مشروعات الآن بها نفس التحدي. أما نتكلم على مشروع زي ماسبيرو، أما نتكلم على عاصمة جديدة، أما نتكلم على عالمين جديدة، أما نتكلم على كل نطاقات التنمية العمرانية الجديدة التي نقفز بها فيها سريعاً إلى التصميم والتخطيط والبناء، ونفرح بسرعة البناء ولا نتساءل كيف تم التفكير في هذا البناء وما هي نتيجة هذه الرحلة للتصميم والبناء السريع. والواقع أن هذه الرحلة البحثية لإنتاج هذه المراجع والمعايير والدلائل الإرشادية تبلورت في صورة مراجع حقيقية. هذه المراجع مكتوبة ومرسومة وموثقة وعبرت عن هذه المرحلة. القضية الثانية المهمة جدا هي أن يستغل هؤلاء الخبراء طاقتهم لعمل تشخيص صادق،
ما هي المشاكل الحقيقية في مدن الخليج؟ كيف نقيم الإشكاليات الحقيقية؟ والحقيقة أن واحد من أهم هذه الإشكاليات وهي فكرة التناقض ما بين العمران الحالي المعاصر المبعثر الذي يعتمد على انتقالات لا نهائية بالسيارات وما بين محاولة العودة إلى ما كنا عليه، إلى عمران أكثر تضامن، عمران أكثر تآلفاً، عمران أكثر اقتراباً مع مكوناته إلى الدرجة التي تصبح السيارة أولوية ثانية. ثم القضية ليست فقط قضية عمرانية وتخطيطية، ولكنها أيضاً قضية معمارية. أنت عندما تنتج مشروع بهذا الحجم وتريد أن يكون هذا المشروع معبر عن عمارة جديدة أصيلة وعن عمران جديد وأصيل، يجب أن تستقر على مفردات اللغة، يجب أن تكون لغة، ويجب أن تنتج لغة. هنا أتوقف أمام هذا التعبير، لأن أحياناً يقال لنا أن اللغة ستكون مقيدة للإبداع. الواقع أنني هنا أستخدم فكرة اللغة بمعناها الحقيقي. لو تأملنا اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الألمانية، أي لغة مكونة من مجموعة من الحروف ومجموعة من الكلمات، لكن ما هي قيمة نزار قباني؟ ما هي قيمة محمد المغوط؟ قيمتهم في الإبداع اللانهائي في تركيبات من نفس الحروف ومن نفس الكلمات المتاحة للجميع. بنفس هذا المنطق، بذل جهد كبير جدا لإنتاج لغة للعمارة القطرية الأصيلة المعاصرة، الأصيلة الجديدة، التي تأملت ماذا حدث في أجزاء قديمة من المدينة وبدأت تفكر في سياقات أو إنتاج معاصر لها. ما هي الملامح التي كانت موجودة التي يمكن أن نقدمها بصورة جديدة؟ وبحيث أن هذه المفردات وهذه الحروف وهذه الكلمات تصبح متاحة لكل المعماريين أيضاً في صورة وثيقة موثقة ومكتوبة ومصورة ومرسومة، وتتاح لكل المساهمين في هذا المشروع. وتنتقل أيضاً إلى حالة من حالات الأنساق المختلفة، أنساق لها علاقة بالتركيب الكتلي، أنساق لها علاقة بمعالجة الأسطح، أنساق لها علاقة بالتكوينات التشكيلية، أنساق لها علاقة بمفاهيم الإيقاع، بمفاهيم الزخارف والتشكيل، أنساق لها علاقة بمفاهيم التضاد ما بين الضوء والنور، عناصر مهمة مثل حالة الأفنية الداخلية. ثم ننتقل إلى حالة الجمل التشكيلية، أن هناك جملة تقليدية مثل المباني التي تحيط بالفناء، وكيف يمكن أن تطور، كيف تقدم للمصممين وللعمرانيين جمل جديدة لكنها ترتكز على القاعدة النحوية القديمة في نفس هذه اللغة. ولذلك حضراتكم هتندهشم عندما تعرفوا أن المشروع الذي سأوضح لحضراتكم تفاصيل زوم إن يعني لمكوناته الآن، اشترك في تصميمه معماري تخطيطيا وعمرانيا ومعماريا وتنسيق للحدائق وتصميم لأثاثات الحفاظات الخارجية وخلافه أكثر من 100 مخطط ومعماري ومصمم، 100 فوق 100 معماري وعمراني ومصمم. ومع ذلك سيدهش حضراتكم كيف اتسق هذا الإنتاج. أيضاً في قضية مهمة جداً أريد أن أشرك حضراتكم فيها لها علاقة بالجهد الذي بذل في هذا المشروع، لها علاقة بكيف نقدم تفسير ناضج وعميق للتراث. بمعنى، وهذه المبادئ من المبادئ اللي أنا طرحتها والحقيقة يعني استقبلت بصورة محترمة جداً، واحد منها هو احترام كل وليس انتقاء فصول معينة من التاريخ، التاريخ المعبر عن ثقافة ونمو المدينة. أنا بتحفظ جدا على أننا نلجأ لحقبة معينة، مصر هي الفراعنة، مصر هي المماليك، مصر هي مصر،
القطر هي قطر، السعودية هي السعودية، المغرب هي المغرب. كل فصل في تاريخ الدولة وتاريخ المدينة هو جزء من تراثها وجزء من عمق تاريخها. قضية ثانية مهمة، إذا كان هناك ملامح ومناطق ذات قيمة ما زالت موجودة في نسيج المكان، يجب أن نعدها إلى قيمتها ويجب أن نعدها إلى ما تستحقه. قضية أيضا مهمة هي كيف يتحول التراث إلى مصدر إلهام لتراث جديد. كل ما نبنيه اليوم يرتكز على القديم ولكنه يستطلع المستقبل ويستطلع الغد. ثم كيف يتحول التراث نفسه إلى محفز لخلق سردية جديدة ومختلفة ومتميزة لهذا المشروع. أيضا المشروع موجود كما شرحت لحضراتكم في نسيج المدينة المتضخمة، لكنه أيضا موقع حساس لأنه قريب من المتحف الإسلامي، قريب من متحف الوطني الجديد، قريب من الميناء، واحد من الاستادات اللي تستقطب كأس العالم موجود هنا، قريب أيضا من الكورنيش وهو الواجهة المائية المهمة جدا لكل سكان المدينة. وكما شرحت لحضراتكم هو أيضا يحاول أن يقدم إجابة، هنا حالة المتحف الإسلامي من تصميم آي إم باي، هنا سوق واقف التاريخي، هنا مركز فنار الإسلامي، مجموعة الحدائق، حديقة البدع، ومنطقة المركز الأعمال أو الخليج الغربي. وكما قلت لحضراتكم هنا تظهر ثنائية التضاد ما بين ما حدث في العقد الأول من القرن 21 مقابل ما تحاول مشيرب أن تقدمه. المشروع أيضا أثناء إنتاجه تم التفكير فيه من منطلق أنه يجب أن يكون مشروع متعدد الاستعمالات. جزء كبير جدا من مشاكل المدينة العربية المعاصرة له علاقة بالخطأ التخطيطي الكبير الذي نستمر فيه حتى الآن، اللي هو فكرة المناطق، فكرة منطقة سكنية ومنطقة تجارية ومنطقة. هذا التشرذم يؤدي إلى تحرك كبير جدا في المدينة، بعكس التوجه العالمي في كثير من الدول الأوروبية بالذات إلى ما يمكن أن نسميه المدن المتضامة، الذي يذهلنا دائما أن هذه هي الملامح الرئيسية لعمران مدن المجتمعات الإسلامية القديمة، ولكننا تراجعنا عنه. إذن المشروع هنا هو مشروع سكني، مشروع خدمي، مشروع ترفيهي، مشروع تجاري، مشروع حدائقي، ويضم كل هذه العناصر بصورة متداخلة. أيضا المشروع هو جزء من المخطط العام للمدينة، ويستفيد من التحولات التي تحدث في المدينة بسبب عصر ما بعد البطول، وخاصة التحول إلى فكرة التنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام اللي هو الترانزيت اورينتد ديفلوبمنت. وجزء من انعكاس هذه الأفكار له علاقة بشبكة المترو رباعية الاتجاهات أو رباعية الخطوط التي أنشأت في مدينة الدوحة. وهنا على أطراف تم إعداد واحدة من أهم المحطات المترو لتكون على طرف المشروع، لا تخدم على المشروع وتخدم أيضا على جزء من منطقة سوق واقف. إذن هنا في مستوى من التكامل ما بين المشروع وما بين رؤية الكاملة للمدينة. وتظهر أمام حضراتكم الآن نسيج المشروع بصورة مكتملة مع الاستعمالات المختلفة له، مساحات السكنية، التسوق، الفنادق، التجارة، الترفيه وخلافه. مجموعات من المراحل بدأت ب مباني الديوان والأرشيف القومي، منطقة صلاة العيد، واستمرت المراحل بصورة متتالية، كل منها من خلال فرق معمارية مختلفة وفرق مختلفة من المصممين يتحدثون مع بعض، لكن المهم أن جميعهم يرتكز على الدلائل الإرشادية التي أنتجت في الرحلة البحثية التي استمرت 3 سنوات، وأيضاً اللغة المعمارية، الحروف والمفردات والتراكيب التي أنتجت في نفس الرحلة. وبالتالي عندما تنظر إلى نسيج المنطقة الجديدة
يحدث نوع من أنواع الاختلاط الإيجابي في رأيي، الذي أسميه أنا محاولة لأن تتنبأ هل هذا قديم أم جديد، هل هذا أصيل أم حداثي. والواقع أن هذا هو مكان مقصود تماما. كيف ينتج نسيج يتمسك بتراثه، يتمسك بمرجعيته القديمة، لكن لا يمكن أن تقول أنه مجرد نقل ونسخ. وينعكس هذا عندما نقترب أكثر على هذا النسيج، محاور الحركة وصياغتها، فكرة الأفنية الداخلية بمنطلق حداثي جديد، وأيضاً اللغة المعمارية الجديدة. دعوني أنتقل هنا إلى مجموعة أكثر من التفاصيل، وأبدأ بفكرة الشوارع والفضاءات. الشوارع والفضاءات العامة، ومن يعيش منكم أو من عاش في مدن الخليج يدرك أن فكرة الشارع والفضاء العام تقريباً غير موجودة. إحنا حياتنا كلها من السيارة إلى مقصد. أنا دايماً بقول للناس إحنا بنتحرك من السيارة، من باب السيارة إلى باب المبنى. فقط عندما ظهر سوق واقف، كانت أول تجربة عندما تم ترميم السوق وتنميته وإعادة تأهيله، قدم السوق لنا تجربة المشي في المدينة أو المشي في أجزاء من المدينة. واستلهمت هذه الفكرة لتكون هي الفكرة المسيطرة على كل نسيج مشروع مشيرب. إذن هذا المشروع كله هو مشروع للمشاة، السيارات بتدخل في حالات محدودة جداً، وكل السيارات من أطراف المشروع تنطلق إلى مساحات انتظار تحت الأرض. كل هذه الشبكة من الشوارع تتصل ببعضها البعض بصورة مشاة، ثم هناك اتصال رئيسي ما بين المشروع وما بين الجزء التراثي القديم وهو سوق واقف. هذه الصورة من النفق المؤدي من المشروع إلى سوق واقف، اللي بيشكل نوع من أنواع البوابة من السوق إلى المشروع. ثم عندما تصعد السلالم تستقبل بهذه الطريقة فضاء عام على حوافه مجموعة من المقاهي ومجموعة من أماكن الجلوس وبعض النافورات المائية وتشكيل للفضاء العام اللي أمام حضراتكم. ننتقل هنا إلى بعض الفضاءات العامة المهمة اللي بتتنوع في الإحساس بها، من الإحساس الروحاني مثل حالة منطقة صلاة العيد، إلى حالة الفضاء الاجتماعي الذي يستقبل المجتمع في بعض احتفالاته وبعض المناسبات المهمة، إلى الفضاءات التي ممكن أن تسميها بعض الفضاءات الحميمية الأكثر اقتراباً من مناطق سكنية أو مناطق ترفيهية أو لها علاقة ببعض المساجد الموجودة في نسيج المنطقة. هذا هو الفضاء الرئيسي الذي يمكن في بعض الأوقات تغطيته للحفاظ على نسبة إظلال جيدة به. وهنا رؤية استخدام المكان والتفاعل ما بين مستويات مختلفة وأجيال مختلفة من سكان المدينة، سواء المقيمين أو أهل الدوحة، واستقطاب المكان أيضاً في حالة الفعاليات. كيف تحدث حالة انتماء ما بين الناس وما بين هذا الفضاء العام في فعاليات مختلفة؟ هنا كانت حالة مباريات كرة القدم في كأس آسيا، والناس كلها بتتفرج، يعني يحدث نوع من أنواع التفاعل المجتمعي داخل هذه الفضاءات العامة. أكرر لحضراتكم أن كل هذه الأنساق أنساق جديدة غير مسبوقة في سياق المدن الخليجية، أن تصبح العلاقة ما بين المجتمع والفضاءات العامة علاقة إيجابية، وأن تتداعى فكرة أن درجة الحرارة في مدن الخليج تجعل الحياة الخارجية أو الأوتدور لايف غير ممكنة. إحنا اكتشفنا أن هذه يعني مقولة غير حقيقية، وأن هناك عدد جيد جداً جداً من الشهور على مدار السنة التي يمكن أن يتمتع فيها الإنسان بالفضاءات الخارجية بأنواعها وتشكيلتها المختلفة. هذه الفضاءات كما يظهر أمام حضراتكم بالصور أنها أصبحت كلها فضاءات مفعمة بالحياة، وهذه هي القضية المهمة الآن. القضية أصبحت الآن قضية أن نصنع مكان من أجل الإنسان. القضية ليس فقط أن نبني،
القضية ليست فقط أن مزيد من الأبراج وقضية الناطحات السحاب ومن يبني أعلى من من، لكن القضية هي كيف تنتبه للإنسان وكيف تخلق علاقة إيجابية ما بين الإنسان والمكان ويحدث نوع من أنواع الانتماء. وأنا بتكلم هنا كلمة انتماء مهمة بالذات في مدن الخليج، لأن احنا بنتكلم على مدن يعيش فيها على أقل تقدير مجتمعات من أكثر من 100 جنسية. يعني قطر مثلا فيها حوالي 140 جنسية موجود فيها، دبي فيها 150 أو 155 جنسية موجودة. فكيف تتمكن من صياغة الفضاءات التي تستقطب كل هؤلاء ويشعروا بالانتماء ويشعروا بالألفة مع هذه الفضاءات، حتى إذا كان لهم مرجعية دينية معينة؟ أنت تحتفي بهذه المرجعية وتخلق لها الفضاءات المتداخلة مع باقي المشروع، ولكنها أيضا فضاءات مهمة بالذات في حالة صلاة الأعياد، لأن في سنة أن تقام هذه الصلوات في الهواء الطلق. ثم ننتقل إلى مستوى آخر أيضا مستمد من التراث القديم، وهي الفضاءات التي تسمى في اللغة الخليجية والقطرية البراحات، أو الفضاءات حميمة المقياس. فضاءات قد تكون مرتبطة ببعض المناطق العمل، أو تكون مرتبطة ببعض المساجد التي تجعلك هناك نوع من أنواع الامتداد الحدائقي لهذه الأماكن، يمكن أن تجلس فيها، يمكن أن تتأمل، تقرأ، تستريح، تلعب مع عائلتك، وأيضا كل هذه أنساق غير مسبوقة في حالة المدن الخليجية. أنا تحدثت لحضراتكم على فكرة الشارع، وأن مفهوم الشارع في المدينة الخليجية لم يكن يفرق بين الشارع الموجه للإنسان والشارع الموجه للسيارة. أنا في بداية وصولي للخليج كتبت مقال عن هل شوارع الخليج هي طرق سريعة أم طرق للإنسان؟ وهذا التساؤل كنت بطرح، أو هذا المقال كنت بطرح فيه تساؤل مهم جدا، لأن أنا أول ما وصلت للخليج كنت كل ما بمشي في الشارع ألاقي عربيات توقف لي، تقول لي منساعدك في حاجة؟ سيارتك عطلت فين؟ نساعدك إزاي؟ لأن الناس ما كانش في إدراكها أنه ممكن أن تمشي في الشارع. إذن فكرة أن نعود إلى معالجة معاصرة لفكرة السكة، فكرة الحارة الصغيرة، فكرة الدعوس، ومع ذلك أنت لا تقلد. المدهش هنا أن هذا الإنتاج إنتاج معماريين مختلفين، لكن كل هؤلاء المعماريين المختلفين اعتمدوا على القاموس اللغوي الذي طرح أمامهم. في بعض الأحيان المعالجات تكون فيها معالجة درامية ومعالجة فيها وصلات في أدوار مختلفة، لكنها تزيد الإثراء البصري لهذه الممرات وتجعل حتى مجرد العبور من منطقة إلى أخرى بها ثراء بصري وثراء تشكيلي كبير. كما أشرح لحضراتكم، اللغة تستخدم بصورة إبداعية من مبدعين مختلفين، يضعوا تكوينات بتستخدم نفس المفردات لكنها تنتج نتاجات مختلفة، لكن المذهل أنها ما زالت متسقة. أنت تشعر، وأنا اختبرت هذا الكلام مع عشرات المعماريين على أرض الواقع في المشروع، قادمين لزيارة الدوحة من مدن وعواصم مختلفة من العالم، وكنت أشرح لهم المشروع على أنه من إنتاج معماري واحد ويتفقوا معي، ثم أصدمهم أن هذا المشروع إنتاج أكثر من 100 معماري. فتأثير هذا كان عليهم كبير جدا، لكن عندما أفسر فكرة اللغة تستوعب الفكرة. أيضا الأفنية الداخلية، كيف يعاد صياغة الفناء الداخلي بمستوى الفناء الداخلي الذي يطل عليه الربع أو الفريج أو المجموعة الجيران، أو الفناء الداخلي الذي يتخلل نسيج المجموعة السكنية ويتحول ليس فقط إلى أنه الفناء الذي يشكل المسكن، لكنه أيضا يشكل الوحدة السكنية ككل، ويصبح هو ملمح لتجميع هذه الوحدات السكنية، وأيضا هو ملمح لتجمعها على المستوى العمراني، بحيث تتوافق هذه التكوينات السكنية ويصبح دائما المعالجة المعاصرة للفناء وبمستويات وبارتفاعات مختلفة. هنا تجيء فكرة اللغة المعاصرة، أو يجيء في أهمية الطرح البديل. إذا كان التراث كان الفناء به موجود فيه فقط في مستوى الدور الأرضي،
لكن نحن نملك الآن من تقنيات البناء وتقنيات التشكيل ما تجعلنا نتلاعب بهذا الفناء لينتقل إلى مستويات أخرى. فكرة الليوان أو مجموعة العقود أو البواكي التي يتحرك تحتها الإنسان، وأيضا كيف يتحول هذا النسق إلى نسق مؤثر لحواف المباني. الناس لا تمشي في الخليج لأن مناطق المشي غير مظللة، مع أن المدن القديمة الأنساق القديمة كان بها الليوان الذي يؤهلهم لرحلة مشي مظللة، وبها نسيج بديع من الضوء ومن الظلال ومن التشكيل، وهذه هي الصياغات الجديدة التي بدأ المعماريين في المشروع يقدموها. المشروع تحول إلى مشروع متميز، تحول إلى مقصد، تحول إلى منطقة شديدة الأهمية بالنسبة للمجتمع. المشروع حقق في رأيي ما يمكن أن نسميه حالة من الانتماء. حتى الانتماء ده مرصود مثلا في استخدام اللغة العربية واستخدام أبيات شعرية على بعض حوائط المباني الرسمية، هنا حالة الأرشيف الوطني العام المطلة الآن على ساحة سوق واقف. قضية مهمة جدا أيضا في هذا المشروع ولها علاقة بالفكرة اللي طرحتها أمام حضراتكم، وهي إعادة القيمة للتراث. بعض المنازل القديمة التي كانت موجودة في نسيج المنطقة تم إعادة استخدامها بأفكار مختلفة، وتم إنتاج ما يسمى بالربع الثقافي. وهذا الربع الثقافي به مجموعة من المتاحف، واحد من هذه المتاحف بيرصد نشأة شركة البترول الأولى في قطر والبئر الأول والسيارة الأولى وكيف تتم العملية التنقيب والتنسيق مع العمال. يعني سردية جميلة جدا لمن يزور هذا المكان ويعرف عن فكرة النفط وبداية النفط. لكن أيضا واحد من أهم المتاحف التي وجدت في هذا السياق هو متحف بن جلمود، وهو المتحف الأول في العالم العربي والشرق الأوسط الذي يتحدث عن فكرة العبودية وكيف أن العبودية استمرت في الشرق الأوسط وفي الخليج. أنا عشان كده كتبت عليه مقالة سميته المتحف الشجاع، لأن هذه الشجاعة في أن تتحدث على أن العبودية لم تستمر فقط بعد الإسلام، لكن استمرت حتى على مشارف نهايات القرن 19 وبدايات القرن 20، وترصد هذا في هذا المتحف ثم ترفضه وترفض كل أنواع العبودية بما فيها ما نسميه نحن الآن بالعبودية الحداثية أو المودرن سليفري، لأن ده كان واحد من أوجه النقد الكبيرة اللي وجهت لقطر في فترة، وعملوا عليها جهد مذهل لإعادة صياغة التعامل مع العمال والتعامل مع الفئات المهمشة. ثم كيف يتحول هذا الربع الثقافي أيضا إلى مكان لاحتضان أنشطة المبدعين واحتضان أفكار مختلفة واحتضان أجيال مختلفة. أيضا شرحت لحضراتكم أن الأولوية في المنطقة للمشاة، بعض السيارات بتدخل في أوقات محددة وفي شوارع محددة، لكن الصفة الغالبة في المنطقة هي الحركة على الأقدام وتشجيع الحركة على الأقدام. هناك ترام بيستمد طاقته، جزء من طاقته بالكهرباء وجزء من طاقته بالشمس، يتحرك في نطاق المنطقة ويصل إلى المقاصد الرئيسية، أعتقد 10 أو 11 محطة له يتوقف فيها لإنزال المستعملين في الفضاءات المختلفة. وأيضا هذا مرتبط مع فكرة محطة مترو الأنفاق اللي أشرت إليها. نقاط أخيرة أحب أيضا أستعرضها مع حضراتكم لها علاقة مثلا بفكرة تنسيق المكان، إضافة النباتات، وكيف ننتقل من مستوى أن هذه العملية هي عملية تزيينية تجميلية إلى أنها عملية تنتج فضاءات. الأشجار والنخيل وأحواض الزهور والنباتات هي واحدة من أهم عناصر استكمال التجربة الفراغية وليست فقط عنصر جمالي، وبالتالي هناك مجموعة من الأنساق التي أيضا استخدمت، ومن أهمها استخدام النباتات المحلية، استخدام النباتات والأشجار المنتجة
يعني في بعض الأشجار هنا بتطلع محصول طماطم وفلفل و و و. أيضا فكرة جودة التصميم، وأن التصميم هو قيمة مضافة، وأن التصميم هنا ليس فقط تصميم المباني ولكن تصميم كل عنصر في المشروع، وحدات الأثاث الخارجي، وحدات الإضاءة، وحدة تنظيم المرور، أحواض الظهور، حتى يعني أنا لأول وهلة حضراتكم تفتكروا أن ده عمل تشكيلي أو عمل جمالي أو حاجة، دي منصات انتظار الدراجات. يعني لو واحد راح بالدراجة بتاعته يتجول في المنطقة وبعدين عايز يركن الدراجة عشان ياخد قهوة في حتة، هذا هو النسق أو التصميم الجديد الابتكاري الجمالي الذي ينتج تجربة بصرية جديدة، ووظيفته فقط هي أن تركن الدراجة. أنا بعتقد بختم اللقاء مع حضراتكم وأقول أن هذا المشروع الحقيقة في رأيي أنتج تجربة جديدة لفكرة إحياء القلوب القديمة في مدننا، وأنتج مستوى جديد من الانتماء أنا استشعرته في كثير من الانترفيوز اللي قمت بها في المنطقة، عودة جديدة إلى قلب المدينة. أنا في أحاديثي مع الناس قالوا لي كلام له علاقة بمستوى جديد من الفخر. الناس بتفتخر بمدينتها أو بهذا الجزء من المدينة، ليس لأن به ناطحة سحاب، ولكن لأنه مشروع بيحتفل بجوائز الحفاظ التراثي، وبيحتفل بجوائز الاستدامة، وبيقدم تجارب جديدة في معنى علاقة العمران بالإنسان، وأيضا مستوى جديد من الوعي. من كان يتخيل من 10 سنوات أن في عائلة قطرية ستترك اللاند كروزر وتترك البورش وتترك اللامبورجيني وتقفز في عربة مترو الأنفاق وتصل إلى هذا المشروع، تتمتع بفضاءاته، ثم تنتقل منه إلى سوق واقف للعشاء أو الغذاء أو التمتع أو خلافه. النقطة الأخيرة والمهمة في رأيي أن المشروع أنتج مستوى جديد من الجماليات. يعني المشروع أصبح مرجعية حتى لأصحاب العائلات عندما يبنوا بيوت جديدة، بيقولوا بدل ما نتكلم على فيلا معمولة في كاليفورنيا اعملوا لنا زي اللي اتعمل في مشيرة. أنا بنهي اللقاء وأقول أن كمان من الإضافات البديعة لهذا المشروع أن كل ما أنتج في هذا المشروع البحثي والتنموي والعقاري تحول إلى مجموعات من الكتب، وإحنا أصدرنا من وقت بسيط جدا جدا مع جامعة هارفارد رصد لكل التنمية العمرانية في الخليج، أيضا في كتاب يتحدث عن المتاحف، كتاب أنا وريت لحضراتكم الكتب اللي تتكلم على المعايير التخطيطية والمعايير اللغة المعمارية. إذن نحن نتحدث عن مشروع كان لا عنده مسؤولية معرفية بجانب أنه أيضا كانت مسؤولية معمارية وعمرانية وإنسانية. وأشكركم جزيل الشكر على استضافتي واستماعكم الراقي، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف. الله يخليك، الله يخليك. الله يخليك. تحت أمر، تحت أمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صوت واضح؟ أولاً أشكر بيم أريبي على الدعوة الكريمة، وأشكر أستاذي دكتور علي عبد الرؤوف اللي دايماً بيبدع، ويعني أنا يعني دائماً أقول له أنا بالنسبة لحضرتك كسليمان والهدهد، ويبقى سليمان سليمان والهدهد هدهد يعني. فاسمح لي بقى أشاكسك كالعادة يا دكتور، وتقمص شخصية الناقد المعماري وأسأل حضرتك شوية أسئلة يعني. ألو؟ ألو ألو، صوت واضح يا جماعة؟ ألو. لا دكتور علي، طبعا أشكرك على المحاضرة الجميلة، وأنا سبحان الله العقد دوت من 2010 ل 2020 هي بداية زيارتي للدوحة في 2010 في رحلة سفري إلى الشرق الأقصى، وكنت دايما أنزل في الدوحة ترانزيت يوم أو يومين بحكم الطيران،
وبحكم عملي بعد كده زرت الدوحة وكذا مرة زرت المشروع أثناء إنشائه، وتشرفت بمقابلة حضرتك يعني. فسبحان الله حضرتك في معاني كتير في المشروع مرتبطة بذكريات ليا شخصية يعني. والحمد لله نتمنى إن شاء الله بعد زوال الغمة نتقابل تاني ونزورك في قطر ونزور المشروع تاني إن شاء الله ربنا. إن شاء الله إن شاء الله. أولا في نقط على التصميم نفسه هسأل حضرتك في عجالة، بالنسبة للدراسات البيئية وحضرتك نوهت على جزء كبير منها، المقدمات البحثية واضح أن المجهود البحثي كان قوي جدا، هل اتعمل دراسات للنتائج في المجال البيئي توثق التجربة من حيث الفضاءات العامة والراحة الحرارية والمواد الإنشاء اللي تم الإنشاء اللي وصلت بيها النتيجة دي؟ لأن برضو كما يعرف الجميع أن قطر من أكثر الدول في العالم استهلاكا للتكييف والكلام ده. تمام، ده أول سؤال. السؤال الثاني، علاقة المشروع مع الواجهة المائية، إيه العلاقة البصرية؟ وحضرتك من حاملي لواء أن الناس لها حق في الواجهات المائية وبالخاصة في دولنا ومدننا العربية. تمام، الموضوع النقطة الثالثة، ما هي اختيار فلسفة اختيار الارتفاعات بتاعة المشروع كنسق عمراني؟ هل هي كانت في الجايد لاينز اللي اتعملت ولا تركت للمعماريين؟ ودي هتنقلنا لنقطة تانية، هل المشروع كنماذج سكنية كان مستهدف بها الأسر الخليجية ولا عاملين والوافدين؟ لأن أنا ملاحظ في الارتفاعات والنسيج المتضام أنه قد يتضرب شوية مع النسق الحياتي للأسر القطرية الحالية. تمام، آخر نقطة، هل أثر المشروع في الوعي الجمعي للناس فبدأوا ينتجوا عمارة بهذه الفلسفة وهذا الفكر الراقي والمجهود الرائع؟ وأشكركم وعذرا على الإطالة يعني. شكرا جزيلا يا دكتور أحمد، وأنا اللي فخور بحضرتك، لو حضرتك بتقول علي أنا أستاذك، ده أنا اللي فخور إن حضرتك يعني تحولت ما شاء الله إلى أكاديمي وباحث وأستاذ متميز، وإحنا بنتعلم من حضرتك يا دكتور أحمد. وأنا هبدأ بملاحظة حضرتك الأخيرة، فكرة الوعي الجمعي، وأنا أعتقد أن أنا دي من العناصر اللي أنا نهيت بها المحاضرة، وقلت أن بعض العائلات القطرية الآن تذهب إلى معماريين وتتحاور معنا وتتكلم معنا على أن مرجعيتها الجمالية والتشكيلية والحياتية أصبحت مشروع مشيرب. يعني أنا شفت بنفسي عائلات قطرية وبحرينية وكويتية وسعودية تذهب إلى معماريين يحملوا صور فيلات من فلوريدا، يحملوا صور فيلات من تلال كاليفورنيا. دلوقتي بقوا بيقولوا للناس من فضلكم اعملوا لنا زي مشيرب. فأنا متفق مع حضرتك تماماً أن هناك انتقالة نوعية أحدثها هذا المشروع في الوعي الجمعي، لكني ما زلت أرى أننا يجب أن نكون حذرين، لأن المشروع مهم وموقعه مهم، لكنه لم يؤثر تأثير جذري عميق نهائي يجعلنا نقول أننا على وشك أن ننتقل إلى حقبة جديدة. بالنسبة لتساؤلات حضرتك الأخرى، هناك مجموعة من الدراسات البيئية المعقدة جداً جداً، واللي استخدمت فيها تقنيات السيميوليشن والتقنيات الاختبار في معامل البيئية سواء المحلية أو العالمية. أنا مش من الناس قوي اللي مؤمنة بفكرة التصنيف، لكن معظم المباني اللي وريتها لحضراتكم سواء مباني سكنية أو مباني فندقية أو مباني تجارية حصلت على لإلا معايير مجلس قطر للمباني الخضراء أو على شهادات الليد أو على جي ساس اللي هي المنظومة الخليجية للتنمية البيئية. فأيضا ده بذل في هذا الموضوع جهد شديد جدا، وأنا بتفق مع حضرتك أن قطر من أعلى الدول المساهمة في زيادة البصمة الكربونية، وده اللي خلاني أقول في بداية المحاضرة أن هناك محاولة للانتقال إلى حقبة أخرى، لأن يجب أن ندرك أن حقبة ما بعد الكربون وحقبة ما بعد البترول لم تصبح مستقبل، نحن نعيشها بالفعل.
بالنسبة للعلاقة مع الواجهة المائية دكتور، هو المشروع ليس له علاقة بالواجهة المائية نهائيا، لأن هي تنظيم المدينة إن هناك منطقة الخليج والشاطئ والكورنيش، ثم منطقة حدائقية يليها سوق واقف التراثي، ثم ساحة، هي الساحة دي يعني خططناها قريبا للربط ما بين مشروع السوق ثم مشروع مشير. فمشروع مشير بيعتبر في عمق المدينة ولم يحرم السكان على الإطلاق من الوجهة المائية. الارتفاعات يا دكتور كانت جزء من المعايير والدلائل الإرشادية، بأن النسق الأساسي كان كلما اقتربت من سوق واقف الذي تتحكم فيه الارتفاعات البسيطة الدور والدورين والثلاثة أدوار يجب أن تتواضع، وكلما تبتعد عن سوق واقف يحق لك الارتفاع. فحدث في أعتقد الصورة العامة للمشروع كانت توضح يا دكتور أن في نوع من أنواع الارتفاع التدريجي للخلف، لأن المنطقة الخلفية هي الأبعد عن المنطقة الحساسة التي يقع بها السوق التراثي. سؤال حضرتك الحقيقة مهم جدا اللي ليه علاقة بأنماط السكن، وأنا أتفق مع حضرتك أن هناك ما زال رغبة في فكرة البيت، وأنني يجب أن أملك بيت، وأن كلمة سكن في السياق الخليجي معناها البيت، ولا يوجد تنازل عن هذا. ولذلك المشروع به بعض الأنماط لتشكيلات من البيوت، لكن هذه البيوت متدخلة ومتراكمة وتعيد صياغة فكرة الفريج القديم في المدن الخليجية، ثم استشراف للتغير السلوكي الذي سيحدث في العائلات الخليجية والقطرية وخاصة الشباب، وهو أنه حتما سيبدأ الانتقال إلى فكرة الشقة، إلى فكرة الوحدة الصغيرة. لكن هذه الوحدة الصغيرة كيف، وزي ما أنا بدأت المحاضرة على فكرة كورونا، كيف يوجد بها ملامح تجعلها سكن حقيقي وليس فقط وعاء للحماية؟ أشكرك جزيلا يا دكتور أحمد، ربي يبارك فيك. شكرا جزيلا يا أستاذنا، ربنا يديك الصحة والعافية، ربنا يديك الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر بيم أريبيا على استضافة الدكتور والناقد والروائي والكاتب الدكتور علي الروف. دكتور علي الله يمسيك بالخير. الحقيقة يعني سردية رائعة وتسلسل منطقي لقراءة المدينة الخليجية، ابتداء من المدينة ما قبل النفط إلى أثر النفط وتشكيل المدينة في وسط فكري حداثي، مما أنتج مدن هجينة عمرانيا واقتصاديا أيضا، ومع النمو التلقائي لحركية وإنتاج المجتمع على المستوى المعيشي والمادي. إلا أنه لا يخفى على أنظار سعادتكم دكتور علي أن المدن في الشرق الأوسط يعني كمتلقية لسيطرة الفكر العالمي الحداثي في منهجية العمران والعمارة الذي أنتج كثير من مدنها، يعني من المجتمع ذاته أيضا، يعني المجتمع ذاته في الشرق الأوسط أو المدينة العربية هو من أنتج هذا العمران على مستوى عمراني وتخطيطي ومعماري. وما السردية التي تفضلت بها حضرتك مؤخراً للمشيرب جاءت من خلال رؤية تخطيطية متضامة واضحة بعد ما يقارب من 80 عاماً من التجارب. وهنا أود أن أطرح كيف يمكن أن تكون هذه التجربة درساً للمدن القائمة أو التي تبنى. وحضرتك تحدثت عن العاصمة الإدارية في القاهرة على سبيل المثال، وكيف بعدت من القاهرة العربية الرائعة إلى هروب من معالجة واقع إلى مدن جديدة، وهي فكرة تفكيكية واضحة جدا، أو سبيرو إذا صح التعبير. وسؤالي أين يقف منظور الرؤية العمرانية للمدينة العربية بشكل عام وبشكل خاص في مدن الخليج؟
اليوم، وخاصة أن هناك نظريات عمرانية، العمران الحديث، نيو أربانيزم، ساعدت في تدفق وتغيير فكري واضح، مما انعكس أيضا على المشروع الذي تفضلت فيه المشيرب في معالجة الببليك ريم وعلاقته بالمكون العمراني على مستوى يعني محلي أو مستوى عالمي من منظور تصميمي وصياغة هذه الفراغات بنظريات قائمة حديثة ومن مكاتب عالمية أيضا. وأنا أهنئ هذا الفهم أو توصيل الفكرة الذي يريد فيها رأي المشروع إلى المكاتب العالمية لإنتاج نسيج عمراني متضام له علاقة على سبيل المثال سوق واقف وبالتود اللي هو ترانزيت أورينتد ديفلوبمنت. فكيف يمكن قراءة مستقبل المدينة العربية تحديدا والخليجية من هذا المنظور؟ وشكرا لك دكتور علي. الصوت. أيوة شكرا أخويا الدكتور سامي، يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا على كلمات حضرتك الطيبة. وأنا يعني الحقيقة أنا بقولش الكلام اللي حضرتك قلته ده سؤال يا دكتور، أنا بعتقد اللي حضرتك قلته هو جرس تنبيه يضاف إلى ما أحاولت أن أنبه ليه. وأنا بستشف من كلام حضرتك يا دكتور سامي الظاهرة اللي أنا بأسميها استسلمنا للمنتج الغربي، نحن ما زلنا لا نملك الثقة في أنفسنا بعد كل هذه السنوات وكل هذا التعلم وكل هذا الخبرات. المملكة العربية السعودية الآن فيها يمكن خامس أو سادس جيل من المعماريين والمصممين، مصر نفس الكلام، المغرب وتونس، الدوحة يمكن تاني جيل، البحرين فيهم دلوقتي ما شاء الله يمكن الجيل الثالث من المعماريين والمعماريات. أنا اللي بحاول أقوله يا دكتور سامي، المعماري والعمراني المحلي يجب أن يكون له صوت حتى حين يتم استدعاء المعماري العالمي. القضية دكتور سامي، وأنا أتفق مع حضرتك تماما، أن أي محاولة لصياغة مستقبل للمدن العربية والمدن الخليجية لا يجب أن تتم بمنأى عن صوت عالي ومتزن ومتعلم وواثق من نفسه من المعماري والعمراني المحلي، ليس فقط على مستوى المواجهة مع المعماريين الغربيين، لكن حتى أيضاً على مستوى مواجهة الحركات الفكرية. يعني عندما نتحدث مثلاً كما طرحت تفضلت حضرتك حركة النيو أوربانيزم، أو دلوقتي مثلاً الموضة اللي الناس كلها بتتكلم فيها بليس ميكينج، صناعة المكان، أنا بتاع صناعة مكان، أنا صناعة مكان. مش معقول يا دكتور سامي كل ما الخواجة يقول لنا كلمة نمسك فيها بإيدينا وسننا. إحنا نملك، أنا عايز أقول لحضرتك أنا قعدت في كذا ورشة تصميمية مع المعماريين والمخططين اللي أنتجوا هذا المشروع، وقلت لهم أنتوا لازم تعترفوا أنكوا تعلمتوا مننا أكتر ما إحنا تعلمنا منكم. قالوا لي أيوة، قالوا لي نعم، وهذا الكلام موثق يا دكتور سامي. أنا نفسي أن إحنا كلنا نصل إلى هذه المستوى من الثقة. ثم النقطة الأخيرة دكتور سامي هي أن متخذ القرار في المدينة العربية يجب أن يؤمن بدور المخطط، يجب أن يؤمن بدور المعماري، يجب أن يؤمن بدور العمراني، ونتوقف عن فكرة الباشا قال نعمل ده هنا، وسيادة مش عارف مين قال نعمل ده هنا، وسيادة علان قال نعمل ده هنا، ثم نبكي على النتائج التي لا تتوافق مع احتياجات المجتمع ولا تتوافق مع ما نصب إليه ونطمح إليه. شكرا جزيلا أخويا دكتور سامي، يعطيك ألف عافية. شكرا دائما، إضافاتك جميلة دكتور علي ومحدثك سامي الحداد. أنا فقط عندي ماجستير في العمارة والنقد والتاريخ، ولكني استفدت منك كثير جدا جدا. السلام عليكم. سلام دكتور، شكرا على هذه المداخلة، شاركت البارحة وقد تطرقت لبعض النقاط وذكرت تونس سيدي أبو سعيد إلى غير ذلك. ربما سأعيد نقطة المعماري الغربي والمعماري العربي. المعماري هو وليد ثقافة
وبيئة المجتمع الذي يعيش فيه. لذلك تكون يعني إضافة المعماري العربي في بيئته أكثر نفعاً وأكثر إيجابية من المعماري الغربي. هذه النقطة. النقطة اللي أردت يعني أطرح فيها سؤال، هل أن المشروع الذي أنجز هو نتيجة وعي يعني الحكومة أو الدولة أو القيادة القطرية بضرورة أو بالخوف على يعني خسارة أو ضياع الهوية، أو هو نتيجة وعي المواطن أو حنينه إلى الماضي؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لأن يعني هذا المشروع اعتمد على مواد يعني أظن أنها مواد يعني مستوردة، هل في جزء من هذه المواد تم استعمال مواد يعني تقليدية يعني تقليدية يعني تخص المنطقة؟ ثم أظن أنه هناك غياب لبعض العناصر المعمارية التي تختص بها يعني منطقتنا العربية والخليج، مثل المشربيات، مثل القباب، مثل الأقبية المتقاطعة، الأقبية الطولية، ثم هناك المساحات الخضراء التي يعني قمنا بمشاهدتها. هناك غياب لعنصر نجده في كل الدول العربية، والسعف أو النخلة أو الجريد يعني في المناطق الخضراء لم نرى هذا. شكرا دكتور. عايشك عايشك أخويا قيس، يعطيك العافية حبيبي. طبعا أنا 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 مصري عايش في قطر، والناس ساعات العملية دي بقت حساسة شوية، لكن كوني مصري وعايش في قطر ما يمنعش أن أنا أكون محق وأكون صادق وأكون صريح. وجزء من صدقي وصراحتي أني أقول لحضرتك إن هذا المشروع البذرة الأساسية له انطلقت من سيدة أولى، أنا أعتقد أنها من السيدات الأولى الفارقات في الشرق الأوسط، وهي سمو الشيخة موزة. سمو الشيخة موزة هي سيدة اهتمامها الأول والأخير هو العمارة، العمران، الثقافة، الجمال، التعليم، البحث، الانطلاق إلى العصر المعرفي. ولذلك يدهش حضرتك أن البذرة الأولى لمشروع مشيرب كان من حوار ترأسته الشيخة موزة، وتساءلت كيف نعيد أهل الدوحة إلى قلبها القديم. مجرد طرح التساؤل يا دكتور مهم جدا، وهنا تبدأ الجهود المعمارية والعمرانية والفكرية والثقافية والفلسفية. لكن المهم إن القادة يطرحوا التساؤلات الصحيحة ويطرحوا التساؤلات الملهمة إذا جاز التعبير. إذن الإجابة يا دكتور أن البذرة انطلقت من سمو الشيخة موزة، ثم تبنتها أجيال مختلفة من المفكرين والباحثين، بعضهم محلي وبعضهم عالمي، بعضهم عربي وبعضهم دولي، وانتهوا بهذه الرحلة اللي أنا وريتها لحضراتكم. طبعا موضوع مواد البناء التقليدية باستثناء بعض الصخور اللي موجودة في المنطقة أو اللي كانت بتستخرج من البحر، مواد البناء في كل الخليج كانت بتستخدم من الخارج. عشان كده كنت دايما بتكلم على الموجات الأولى من العولمة، يعني الهند وإيران وزنزبار وخلافه هي اللي كانت بتمد هذه المدن بمواد البناء. لكن القضية مش بس مواد البناء التقليدية، لكن اللغة التقليدية اللي أنا حبيت أطرحها على حضرتكم. طبعا ملاحظة حضرتك بالنسبة للقباب والقبوات والمشربيات، هنا تبدأ عملية التمايز أخويا قيس، لأن مش كل المدن الخليجية، وأنا شايف مثلا بروفيسور جلال عبادة موجود معنا اليوم، جدة مثلا فيها تشكيلة مذهلة من المشربيات لأنها ارتبطت بحالة مختلفة من حالة عمارة البحر الأحمر والتواصل مع مناطق مثل اليمن وسواكن وأيضا القصير وسفاجة في مصر، وامتدادات ثقافية ورحلات بحرية من نسق آخر. إنما في مناطق مثل المنامة أو الدوحة القديمة لا تجد فكرة القباب والقبوات إلا
في مناطق بسيطة جدا مثل المساجد، لأن الأسقف كانت دائما أسقف خشبية بتعتمد على الخشب الدنجل اللي هو كان يعني بيجي في معظم الأوقات كمان مستورد من دول تجارية مختلفة. شكرا جزيلا يا عايشك أخويا قيس. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم دكتور الشيماء، مع حضرتك. السلام عليكم دكتورة شيماء، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا بظهر لتاني يوم على التوالي يا دكتورة، حاجة متعبة قوي. اجمل حاجة في الدنيا يا دكتور. العفو. انا كده زرت المكان من خلال رؤية حضرتك واستمتعت بصراحة بعرض المشروع، يعني حاجة جميلة جدا. بس كان عندي اسئلة، يعني هل كان في بدائل او اقتراحات للمشروع من قبل العدد الكبير للمخططين والمصممين المشروع؟ لان الاكيد في مزج في الافكار او اختلاف الافكار نتج عنه مشروع زي دوت. ف يعني البدايه نفسها هل في كان اقتراحات؟ نقطه تانية، طبعا التوجه كان رائع جدا لان هو فرض سيطرته بقوه على المدينه، ان هو يكون الاتجاه للمدينه بشكل وخد شكل مختلف واقنع أو لعب على سيكولوجية الإنسان ورجعه تاني لأصله، دي كان مفاجأة للوصول للنتيجة ديت. فهل برضو الدراسات والاستبيانات لرصد إحساس الأشخاص وتأثرهم باختلاف المكان، هل ده تم لفترات؟ يعني ده هل ده نتاج الفترة زمنية مختلفة بحيث ان هو ده هيبقى انطباع الناس على مدة اطول كمان مش لمدة محددة، ويرجعوا تاني لفكرة العولمة او التأثر بالثقافة الاوروبية؟ تالت نقطة يا دكتور برضو بتكلم على الفكر المستدام. يعني احساسي ان استخدام الافنية او الحارات الضيقة بين الشوارع والقصرات الكتير ده جزء كبير من الفكر المستدام، ومش متوقف بس على استخدام المواد سواء كانت هي مستوردة أو غير مستوردة. الفكر كلها هو تطبيق الفكر المستدام في مباني بسيطة ارتفاعاتها محدودة تمس الأشخاص بيكونهم ده أصلهم. فدي نقطة كانت رائعة في المشروع، وشكراً يا دكتور للإطالة. الله يخلي حضرتك يا دكتورة، ده أنا اللي متشرف بتساؤلات حضرتك أو بالأحرى ملاحظاتك الجميلة يا دكتورة. بالنسبة يا دكتورة لفكرة المعماريين والتعامل معهم، الواقع إن المعماريين ما كانوش بيقدموا بدايل، لكن الرحلة التصميمية كانت لطيفة في إيه؟ أنت بيقدم ليكي مستندات بها مرجعيات ودلائل إرشادية تخطيطية وعمرانية، وأيضاً بيقدم لك مستندات لها علاقة باللغة المعمارية. حضرتك بتبدأي تشتغلي في مكتبك لمبنى معين أو لمجموعة معينة من المباني، ثم تعقد مجموعة من الورش التصميمية. يعني أنا حضرت بعض من هذه الورش التصميمية، والهدف من هذه الورشة أن يقدم لنا المصمم دلائل ارتكازه على المراجع التصميمية والتخطيطية والإرشادية. إذا تمكن من أن يوضح لنا هذه الدلائل ومنعكسة على التصميم، لا يحتاج لبدائل ولا يحتاج لمقترحات. إذن العملية التصميمية كانت غير تقليدية، بمعنى أن مش كل مصمم جايب بقى بديل تراثي وبديل عادة، بديل عولمة وبديل بدون عولمة، بديل عولمة زيادة وبديل عولمة دبل. لا، ما فيه، لأن أنا بعتقد أن الكلام ده بيبقى مضحك. أما بسمع عنه في مشروعات أخرى بحس أنه هو مضحك وبيحصل نتيجة غياب المرجعية. لكن عندما تقدمي حضرتك مرجعية بمستوياتها العمرانية والتخطيطية وأيضا مستوياتها المعمارية، هنا المعماري يبدع من خلالها، ثم يقدم دلائل لارتباطه بهذه المرجعيات في ورش العمل، وهذا ما كان يتم في هذا المشروع. أنا كمان بتفق مع حضرتك تماما، المشروع لم يفتتح بالكامل ولم ينتقل إليه الناس بالكامل، والوحدات التجارية جزء كبير منها لسه في مرحلة الإعداد والتجار بيوضبوا أشياءهم وخلافه. فأنا بعتقد وبقول كده من مسؤوليتي كمان كناقد، أن عملية النقد يجب أن تكون عملية يقظة ومستمرة. يعني أنا بعتقد أن هذا المشروع يستحق أن أنا أعمل عنه محاضرة كمان سنة، وأعمل عنه محاضرة كمان سنتين، وأعمل عنه محاضرة كمان 5 سنوات. لكن المهم أن خلال كل هذه الأطر الزمنية
يكون هذا المشروع خاضع للمراقبة وللفحص وللتساؤل وللاقتراب من المجتمع اللي بيزوره أو المجتمع اللي بيسكن فيه أو المجتمع اللي بيعمل فيه لنتيقن من نجاحه. شكرا جزيلا دكتورة شيماء العزيزة. السلام عليكم دكتور، زي حضرتك. السلام عليكم باشمهندس عمر وجميع الحاضرين. طبعا مش أطيل في الشكر دكتور لحضرتك على المحاضرة الأكثر من قيمة وأكثر من رائعة دي، يعني أنا الألم تقريبا منزلش من إيدي. أنا الحقيقة دكتور لفت نظري جدا أن مشروع المشيرب، وأنا يعني هتخطى فكرة الانبهار الشخصي بي واتكلم عن ما لفت نظري فيه عمليا. يعني أنا معرفش ده يعني ربط صحيح ولا لأ، لكن طول ما حضرتك عمال بتشرح عناصر المشروع أنا راح دايما ذهني كان في لقاء لدكتورنا أستاذنا الكبير أطال الله عمره أستاذ عبد الحليم إبراهيم، دكتور عبد الحليم إبراهيم، في استضافة دكتور عبد الوهاب المستيري بعد نيله جائزة الأغا خان لمشروع الحوض المرصود. الحقيقة كان لقاء يعني دافئ وحميم جدا، وربما معظم حضراتكم تكونوا اطلعتوا عليه. طول ما حضرتك بتشرح عناصر المشروع أنا عمال يجي في ذهني شرح دكتور عبد الحليم إبراهيم لأهمية القيمة المحلية، وحتى كان بيستدل بنماذج حتى في أفريقيا وأماكن زارها في أفريقيا وما إلى ذلك. فده بيوريني إزاي أنه سؤال الهوية أو سؤال الانتماء مش سؤال طرفي ومش سؤال فلسفي ومش بنكتب فيه كتب نقراها احنا بيننا وبين بعضنا بس كهضعها بين قوسين يعني نخبة مثقفة أو ما يطلق علينا ما أصبح يطلق يعني من باب الوصمة، حتى مش من باب التشريف ولا حاجة يعني. فده لفت نظري جدا إزاي سؤال زي سؤال الانتماء الحقيقي والهوية الحقيقية تحول من سؤال نظري إلى واقع تطبيقي، وإنه السؤال الإجابة عليه كانت بداية خروج مشروع أظن أنه مشروع يعني لافت جدا ويستحق أن جميع الأنظار تنظر إليه. لفت نظري كمان فكرة أنه بدايته البحثية دكتور، يعني ده أمر لا يمكن أبدا تقليل حجمه ولا تخطيه ولا التعامل معاه بعادية. يعني في كم مشروع في الدنيا اتعمل بالشكل ده؟ أنا كشخص يعني مهتم بالمجال البحثي وأتشرف أن أنا أكون بعمل فيه، يعني ربما يكون معداش عليا أو ربما برضو ده يكون قلة اطلاع، لكن أن أنا أشوف مشروع بدأ بثلاث سنوات من البحث العلمي ده يخليني أتوقف يعني مش هقول بس بانبهار، لا لازم أتخطى مرحلة الانبهار. أنا حاليا في جزء انبهار شخصي بحاول أن أنا أتخطاه باستخراج القيمة العلمية. إزاي أنا البحث اللي أنا بعمله أنا عارفة أن أنا بقدمه، حضرتك عارف الواقع البحثي، إزاي ده هيطورني أنا كباحث لما أعرف أن البحث اللي أنا بعمله مش هاخد بيه درجة ويتحط في الدرج، مش هديه لزملائي في نطاق الكلية بتاعتي ومش هيطلع بره كده. إزاي البحث العلمي الربط ده ما بين الواقع والبحث العلمي، وهو ده المفروض وهو ده الأساس وهو ده التأصيل، إن طول ما احنا عايشين في مجموعة من الحلقات المفرغة، في دائرة بحث علمي شغالة لوحديها، في دائرة تطبيق شغالة لوحديها، في دوائر بتستتبع العالمية شغالة لوحديها، دائرة بتقرأ في التراث وبتعيد رؤية التراث شغالة لوحديها. أعتقد أن المشروع ده مثال يعني أكثر من رائع على دمج هذه الدوائر وتقريب حلقات الوصل اللي المفروض ما كانتش تكون مقطوعة، ده الحقيقي وده الأصل في الأشياء، الاتصال وليس الانفصال. كمان يا دكتور لفت نظري، وأنا واحدة يعني أعتبر نفسي أن أنا بنت المدينة الخليجية لأن أنا ولدت في الكويت وعشت حتى الآن أقرب من نصف عمري فيها، فقدر ألمس أنه جانب الانبهار أو جانب الشغف بالنموذج الغربي خد وقته عند المدينة الخليجية، وفعلا أي شيء خارج عن فطرة الإنسان مهما طال الانبهار به بيبدأ يفقد هذا الانبهار، بيبدأ يخفض، لأن دي طبيعة الإنسان. الإنسان حتى بمصطلح لدكتور طارق البشري بيسميه دوائر الانتماء، الإنسان بيتشكل من دوائر الانتماء وحاجته للانتماء حاجة فطرية وجبلية في خلقة الإنسان. أنا بدور على حي أنتمي لي، على نادي رياضي أنتمي لي، على ثم أبدأ أكبر في الدوائر لحد ما أنتمي لوطن، لأنتمي لبلد، أنتمي لدين، أنتمي لفكرة.
فالانبهار بالنموذج الغربي في المدينة الخليجية فعلا الإنسان المواطن الخليجي بدأ يشعر بغربة وبفقد للألفة كبيرة بين النموذج اللي هو نفسه في الأول كان منبهر به. فأنا بشوف من واقع حتى الناس اللي أنا عرفها بعد ما كان بيدور على أعلى طابق في أعلى برج هو دلوقتي مل منه فعلا، لأنه دي فطرته، ده انتمائه الأصلي، بدأ يشعر بغربة ما بينه وما بين النموذج المستورد. مش بس نوستالجيا، لا، الموضوع تعدى فكرة الحنين أو الاشتياق للماضي، هو بيعود لأصله، لتركيبه، وأرجع أقول إن دي من يعني مما باهى ربنا سبحانه وتعالى بيه خلقه، إزاي خلقهم مختلفين. في إنسان هو يعني هو في الأول والآخر عنده الميل، هو بينصب الخيمة في 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 مثلا في مواقف الفرح أو كده، بيعود حتى الآن إنه ينصب الخيمة، بيحط فيها مكيف وكده، لكن ماضيه وتركيبته وتكوينه الأصلي هو ما يشعره بالرضا، هو ما هي دي النقطة اللي هو بيلف ويحوم كثيرا براها ويرجع لها تاني. فده بيذكرني جدا ان الهويه ليست سؤال فلسفي وليست طرف فكري وليست مناقشه يعني توضع في الدرج وتغلق، لا، هي خرجت للنور فعلا وخرج منها مشروع مشرف للغايه، واتمنى انه يكون يعني ما يكونش الوحيد والمتفرد في الوطن العربي. اسف جدا للاطاله وشكرا جزيلا لحضراتكم، شكري العميق يا دكتور لحضرتك، شكرا جزيلا. والله يا دكتوره مروى، اولا انا شاكر لحضرتك لسبب ليس له علاقه بالمحاضره. أنا كل ما بستمع لمحاضرات حضرتك أو مداخلات حضرتك يعني أشعر بالامتنان لحرصك الشديد على استخدام اللغة العربية بصورة أنيقة وصورة تدل على تذوقك الجميل لهذه اللغة البديعة اللي احنا بنملكها. أنا بشعر بالأسى أحياناً، والناس بتتبارى لكي تشعر الناس أنني لا أعرف العربية ولا أتحدث باللغة العربية، والناس اللي بقت بتكتب لغة إنجليزية باللغة العربية ولغة عربية باللغة الإنجليزية، وحاجة تتعب الأعصاب. فأنا اللي بشكر حضرتك الأول. وطبعا حضرتك يعني ما طرحتيش أسئلة، حضرتك عملتي مداخلة شديدة القيمة. أنا فقط عايز أعلق على بداية هذه المداخلة واللي ليها علاقة بمستوى الحوار ما بين اثنين من أهم أساتذتي، أستاذ في العمارة وأستاذ في الثقافة والمعرفة، البروفيسور عبد الحليم إبراهيم، ربي يعطيه طولة العمر والصحة، والمرحوم الغالي بروفيسور عبد الوهاب المسيري. فكرة أن يلتقي اثنان من هذا الوزن ويتحدث في حوار معماري عمراني إنساني فلسفي، هذا هو ما نفتقد اليوم. إحنا ما حد مننا بيتكلم أفكار عميقة الناس بتقول له أنت هتتفلسف. أنا مش بتكلم على السوق، أنا بتكلم حتى جوه الحرم الجامعي. هل يعقل عندما يحاول معماري أو عمراني أن يعمق أفكاره ويعمق حديثه يتهم بالفلسفة؟ إحنا يجب أن ننتقل إلى منطقة عميقة من التفكير. أنا أيضا شاكر جدا دكتورة مروة أن حضرتك التفتي إلى الفكرة التي أكدت عليها أكثر من مرة، وهي أن المشروع بدأ برحلة بحثية، وهذه الرحلة البحثية استمرت لمدة 3 سنوات. إحنا عندنا عاصمة في مصر عايزين يبنوها كلها في 3 سنوات. يعني أنا بقدم لحضرتك هنا مشروع التفكير فيه وإنتاج معاييره العمرانية والتخطيطية والمعمارية ولغته المعمارية استنزف 3 سنوات، لكن تأملي حضرتك المنتج اللي أنا شرحته اليوم مقابل عاصمة إدارية جديدة لدولة مثل مصر يطلب أن تبنى تصمم وتخطط وتبنى في 3 سنوات. هذا بيذكرني يا دكتورة بواحد من أهم الاستشاريين الألمان اللي جاءت له فرصة أن يعمل في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، وأنا كنت بعمل معاه يعني مقابلة وسألته ما هي انطباعاتك. قال لي أنا هكلمك بكل الصدق، أنتوا في الشرق الأوسط بتفكروا في 3 أيام وتبنوا في 30 سنة، إحنا في ألمانيا بنفكر في 3 سنوات وبنبني في 3 شهور. يعني الراجل باختصار يا دكتورة قال بالضبط اللي حضرتك بتقوليه، إحنا بنسقط البعد الفكري، بنسقط البعد الفلسفي، بنسقط رحلة البحث، وهذا الذي أنتج الفقر المعماري والفقر الإبداعي والفقر العمراني الذي تعاني منه كل المدن العربية والخليجية.
إذن أنا بأؤيد حضرتك تماماً أننا يجب أن ننتقل إلى حقبة أخرى فيها هذا التعميق، فيها الوقف، أن نقف بجوار الإنسان وجوار المجتمع. لا يمكن أن نلوم الإنسان أنه يطلب فيلا في كاليفورنيا وإحنا اللي بنصمم مباني شبه المباني الغربية. ما هو أنا عشان كده بقول لحضرتك مشروع مشيرب تحول إلى مرجعية بصرية جديدة لأنه قدم البديل للمجتمع. شكرا جزيلا يا دكتورة مروة، وربنا يخليك يا رب ويسعدك. الله يعطيكم العافية. أنا الدكتورة لمزاغة من الأردن، شكرا على المحاضرة القيمة. عندي استفسار، هل تمت عمل دراسات ما بعد الإشغال يعني بتغطي محاور البيئة المبنية ودراسات جغرافية واقتصادية واجتماعية، وإيش هي النتائج إذا تمت هاي الدراسات؟ شكرا. يعطيك ألف عافية دكتورة لما. أنا أشرت الحقيقة في تساؤلات سابقة عن هذا الموضوع أن المشروع لم يفتتح بالكامل، لكن بدأ أعمال استقصاء رأي في مجموعة من المقابلات الشخصية بتتم في مجموعات من ورش العمل اللي بتقام مع بعض من انتقل، بالذات من الأنشطة الترفيهية والتجارية، في مراقبة لتفاعل الناس مع المكان. لكن أنا أعتقد أن إحنا لازم كما شرحت سابقاً بنعطي بس إطار زمني أطول يا دكتورة لما، عندما تكتمل أجزاء من المشروع ينتقل السكان. بعض الفنادق بدأ يتم عليها، في 3 فنادق تم افتتاحها في المنطقة، المتاحف أيضاً تم إجراء الكثير من الدراسات عليها. والحقيقة كما ذكرت في مداخلتي السابقة، حتى الآن الدروس الأساسية هي الدروس اللي حاولت أن أنا يعني أشرك حضراتكم فيها عندما تحدثت عن فكرة المستوى الجديد من الانتماء اللي أصبح أفراد المجتمع بيشعروا به، يعني بيشعروا أن ده مكانهم. لأول مرة في الدوحة الناس بتتكلم على مكان غير أن هو يكون مول تجاري، يعني فكرة أن الناس تنتمي إلى مكان مثل سوق واقف أو مشروع مشيرب كان الحقيقة مستوى جديد من الانتماء أو مستوى جديد للعلاقة ما بين الإنسان والمكان. كلمت حضرتك أيضاً على تأثير المشروع في فكرة العودة إلى قلب المدينة وخاصة من الأجيال الجديدة. أيضاً فكرة أن المشروع خلق مستوى جديد من الفخ، ليس له علاقة بأن إحنا عندنا أطول برج في الخليج أو عندنا أكبر مول في الخليج، لكن إحنا عندنا مشروع مرتكز على تراثنا ومرتكز على أصالتنا، لكنه مشروع له لغة حداثية وله تصور جديد. فدي بعض النتائج اللي بدأنا نجمعها في الوقت الحالي، لكن مزيد من الدراسات طبعا مطلوبة، وده اللي أنا قلته أن الإطار الزمني القادم سيكون فيه مزيد من الدراسات والفحص والتحليل. شكرا دكتورة لما، ويعطيك ألف عافية. السلام عليكم. أولاً بحب أشكر بيم أريبيا على المحاضرة الجميلة دي، وطبعاً أحب أزيد في شكري للدكتور علي. يعني أنا فخور جداً بالدكتور علي، دكتور مصري يعني، وحزين على جزء كبير برضو من الدكاترة اللي في مصر. يعني كان نفسي أشوف دكتور علي كتير في مصر، بس يعني ربنا يبارك لك يا دكتور. أنا زرت مشيرب بس قبل المحاضرة دي، بعد المحاضرة دي هنزل أزورها تاني إن شاء الله. حضرتك يعني غيرت الرؤية البصرية تماما اللي كانت عندي. ألو؟ لا مهندس شادي محمود. بس كان في عندي كذا استفسار يا دكتور بالنسبة للمدينة المتضامة. هل تم دراسة إزاي هيعملوا كنترول على المجتمع اللي هيسكن في مدينة مشيرب؟ يعني ما ينفعش مثلا أنا أبقى الوحدة بتاعتي أو السكن بتاعي في مدينة مشيرب ويبقى المكتب بتاعي مثلا في الخليج الغربي، ومدرستي مثلا عند في مدينة تانية أو بمشيلها مسافة أكبر، فكده العلاقة أو الكونسبت الرئيسي مدينة مشيرب
وشايفه من الحاجات الرئيسية إن هي تبقى مدينة متضامة، مختلف تماماً عن فكرة الكومباوندز اللي في مصر أو الكومباوندز عموماً يعني. فدي إزاي طريقة الربط فيها وإزاي هيحصل الكنترول. طبعاً المعماري بيصمم، بس دايماً بحس إن في حاجة اسمها روح المكان. فروح المكان ده هيبقى ماشي إزاي، ودي مش عارف إزاي المصمم بيضمنها بعد تشغيل المدينة. دي أول نقطة. تاني نقطة، بعد ما استخدمنا اللغة المعمارية لمدينة مشيرك وأنا ماشي حسيت متاهة شوية، يعني زون واحد قريب من زون أربعة، لا ده أنا طلعت في زون خمسة. فدي هل كانت المشكلة معايا مثلا ما درستش الموضوع أو في الوقت اللي أنا نزلت فيه، ولا هي فعلا فيها المشكلة دي؟ وثالث سؤال ليا، ما بعد مدينة مشيرك؟ يعني التصميم رائع جدا جدا جدا، وفخور كمواطن عربي بحاجة زي كده بتحصل في الدوحة، بس هنعدي الطرق بتاعت الزون بتاعت مدينة مشيرك. هل حضرتك، أنا عارف إن حضرتك شغال في هيئة التخطيط العمراني وتقدر تفيدني كويس جدا في المنطقة دي، إن طب حاجة زي دوحة أويسس إيه علاقتها بمدينة مشيرك؟ يعني شايف مشاريع مستثمرين قريبة نوعا ما من المنطقة بس ملهاش علاقة بمدينة مشيرك، ومتزامنة في نفس الوقت مع مدينة مشيرك ومختلفة في الفكر. فما بعد مدينة مشيرك من حيث التخطيط، هل هيستمر الوضع ولا هتبدأ إن دي البذرة وتكبر لحد ما تصبح شجرة فالزون بتاعها هيكبر؟ وآسف لإطالتي، وآخر حاجة بحب أشكر حضرتك على المحاضرة الجميلة دي دايما. شكرا. شكرا جزيلا أخويا شادي. وطالما يعني أنت عارف أن أنا ما بعرفش أروح مصر وحضرتك موجود في الدوحة، يبقى لازم تقبل أني أعزمك على القهوة ونقعد نتكلم أكتر. فأتمنى أن وقتك يسمح، وأنا فخور بيك وفخور أن أنت معماري مصري موجود هنا وبتساهم في البلد، وهيشرفني شرف كبير جدا أن أبقى معاك، بالذات أن إحنا نقعد نتكلم على فكرة ما بعد مشيرب، لأن دي هيبقى حوار طويل شوية، وأشك أن وقت الناس يسمح، لأن إحنا يمكن وصلنا للساعة 10 دلوقتي. لكن أنا عايز أركز على النقطتين الأساسيتين اللي حضرتك قلتهم في البداية، فكرة المدينة المتضامة، وأنا متفق معاك، ولذلك المدينة متعددة الاستعمالات. مدينة مشيرب ليست مدينة سكنية، كل ما يمكن أن يجعلك تقدم منظومة أن تعمل وتسكن وتتسوق وتترفه وتتنزه في نطاق محدود يمكن أن يتم سيراً على الأقدام أو باستخدام المواصلات العامة. هذا هو قلب مفهوم المدينة المتضامة، وده اللي العالم كله بيحاول يعمله. في مدن دلوقتي في أوروبا بتعلن أنها سنة 2025 2030 2050 لن تدخلها سيارة واحدة. متخيل مدن، أنا بتكلم على مدن كبيرة، بتكلم على هلسنكي عاصمة فنلندا، بتكلم على مدينة زي ميونخ في ألمانيا. إذن أنا موافق حضرتك أن فكرة المدينة المتضامة يجب أن يتوازى معها أنها مدينة متعددة الاستعمالات وتستجيب لاحتياجات الإنسان. الكلام البديع اللي حضرتك قلته على روح المكان، وأنا موافق حضرتك، إنما القضية هي إن إحنا كمعماريين نبذل أقصى الجهد من خلال خلق العمارة والعمران التي تمكن الإنسان من صبغ القيمة الروحية وإعطاء روح وشخصية للمكان. أنا من الناس المؤمنة أن روح المكان هي تفاعل ما بين الإنسان والمكان. نحن لا ننتج الإنسان ولكن ننتج المكان، وبالتالي إذا حرصنا على إن هذا المكان يستوعب الإنسان، يستوعب طقوسه، يستوعب جمالياته، يستوعب أنشطته، يشعره بحميمية معينة، سيتمكن من أن يضع بصمته ويتحول المكان ده إلى مكان له روح وله شخصية وله مذاق مختلف. وأنا منتظر تواصل معاك يا شادي، نشرب القهوة مع بعض. ربنا يوفقك يا حبيبي.
ده ايه اللي هينتهي البلدوزة يا دكتور يا عمر؟ ايه لا 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 الابراج دي ما ينفعش نعمل فيها بلدوزر. ده انت بتتكلم على استثمارات بمليارات، والاستثمارات دي فيها انشطه وفيها انشطه اقتصاديه، وكمان هي بتعبر عن مرحله من مراحل تقدم الدوله. انا مش بقول ان التنميه العمرانيه راسيه خاطئه، انا بتكلم على ان الانسان يتحول او ان المدينه تتحول الى ان الاجابه الوحيده لعماره وعمران المدينه هي التنميه الراسيه. الواجهة الخليجية الموجودة في منطقة الخليج الغربي في مدينة الدوحة تعبر عن حقبة عولمية حداثية مهمة مرت بها المدينة وأنتجت عمارة وعمران له قيمة معينة، لكن القضية المهمة هي أن جاءت لحظة الاستفاقة، جاءت لحظة أن نتوقف وأن نبدأ نبحث في مباحث جديدة هي التي ننتج منها عمارة وعمران المكان والإنسان. إنما فكرة أن احنا نروح على الساحل وندمره بالبلدوزر أنا أعتقد أنها تبقى صعبة شوية. انا اعتقد الدكتوره ايمان كانت المفروض تحضر محاضره امبارح بقى، لان هي احنا اتكلمنا على الموضوع ده. فانا يعني ارجوك يا باشمهندس عمر لو حضرتك في فيديو لمحاضره امس، لان احنا جاوبنا على الموضوع ده باستفاضه امس، فلو ترسله للدكتوره ايمان يبقى ممتاز والله، وربي يبارك فيها، دي من الجزائر الخضراء محلاها الجزائر. السلام عليكم دكتور، يعطيك العافية. السلام ورحمة الله وبركاته. عم بحكي معكم من الأردن، أسعد الله مساءك دكتور. أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية. الله يعافي عمرك يا ربي. أنا حقيقة دكتور يعني كان في عندي تساؤلات إذا بتقبل إني أطرحها عليك. يعني دائما في عنا سؤال إحنا بنواجهه، يعني لماذا يجب علينا الإبقاء على الموروث المبني؟ يعني كفلسفة الإجابة على هذا السؤال يعني من يعني كما أوجه الطلبة في الجامعات مثلا، هو أن الموروث دائما يعني يحتوي على إجابات لتحديات مستقبلية لا نعلمها بعد. فأغلب الكورسز وأغلب المحاضرات توجه الطلبة لخلاف ذلك، يعني توجههم للحفاظ على الموروث من باب أنه إنجاز كان في الماضي، أو من باب أنه توجيه لتصور ذهني مثلا، يعني تعزيز الولاءات القومية. فأنا حقيقة يعني من انطلاقي يعني من خلال هذه الإجابة بأنه يملك الموروث حلول لتحديات المستقبل، يعني أحب أن أسألك، طب ما المانع إذا كان يعني هنالك هدم لبعض هذا الموروث؟ يعني مثلا عرضت حضرتك صور لبعض الأبواب القديمة أو المناطق القديمة، يعني إذا كان هناك إجابات قدمها نفس الموروث في مكان آخر فلا مانع من هدم بعض هذا الموروث يعني في بعض الجزئيات وإعادة تطويرها أو إعادة هيكلتها بما يناسب تحديات العصر أو بما يناسب الحلول التي يملكها هذا الموروث حقيقة. السؤال الثاني بالنسبة لعمارة الفكرة الأيقونية دكتور، يعني أنا من يعني مش متابعة كثير حقيقة لحضرتك للأسف الشديد، دليت عليك حديثاً، لكن من خلال طرحك لمفهوم العمارة الأيقونية في الخليج يعني أحسست بأنك لديك يعني فكر سلبي حول العمارة الأيقونية. أنا يعني أتساءل يعني لماذا يعني تعرض هذا التصور للعمارة الأيقونية بهذه السلبية؟ مثلا العمارة الأيقونية يعني ظهرت صحيح يعني كرديف للإنجاز الاستعماري لمنطقتنا في الشرق الأوسط، يعني ابتداء من الكريستال بالاس في لندن انتهاء بما يحدث في العمران الخليجي، ومننساش كمان نمر على برج إيفل في عام 1850 لعام 1900. يعني كانت هذه العمارة الأيقونية مهمة لعرض التطور الصناعي والتركيز على ما يسمى بالماشين إيج دكتور، أو عصر الآلة أو عصر الأتمتة. فإذا إحنا امتلكنا مدينة مثلا يعني تعبر عن حضورها وقوتها في العمارة الأيقونية، فأنا أعتقد أنه هذا شيء جيد، لأنه هو عبارة عن إجابة لتحدي معاصر ومستقبلي.
شرط ألا يكون على حساب تفكيك الموروث طبعاً بشكل خاص يعني. فلذلك يعني يبدو أني لم أفهم وجهة نظرك، يا ريت أنك توجهني يعني حتى أقبلها كإجابة نقدية من حضرتك ونحكي رأي الدكتور هو كذا وكذا. السؤال الثالث بالنسبة لي موضوع الطرح المتكامل والرائع دكتور اللي طرحته حضرتك بالنسبة لمشروع سوق الدوحة والنقد الرائع أيضا، يعني لماذا لا يتم طرحه من خلال ما يسمى بعمارة المستقبل في منطقة الخليج؟ لماذا نكتفي فقط بطرحه وكأنه عبارة عن إجابات نموذجية لمشاكل واجهتنا في منطقة الخليج؟ يعني أنا أرى أنك تستحق أن تقوم بالتنظير لهذا الإنجاز كعمارة المستقبل، كجزء من مفهوم عمارة المستقبل في الخليج، لأنها أقرب للرؤية المثالية والفاضلة من العمارة الغربية بالنسبة لمنطقة الخليج مثلا. فهذا يعني أتوقع شيء مهم، لأنه بيقدم مادة دسمة للمعماريين الصغار اللي جايين يستلموا الرسالة من بعدنا إن شاء الله على خير. وما بعرف إذا ممكن تتقبل سؤال أخير، يعني إذا تتبعنا الحفاظ على الموروث في منطقة الخليج وبلاد الرافدين دكتور، نجد إنه بغداد في عصر ما قبل الحرب والفوضى يعني قدمت نموذج تخطيطي وعمراني رائع فيما يسمى بالحفاظ على الموروث. فإذا أردنا أن نعقد يعني مقارنة ما بين ما قدمته مدينة مثل بغداد مثلا ومدينة مثل الدوحة، فما رأيك في هاي المقارنة مبدئيا، ومن هو الأكثر نجاحا في الحفاظ على ساكنه الأصلي؟ يعني أنا عندي رغبة أني أسمع وجهة نظرك حقيقة في هذا الموضوع، وأشكرك جدا لأنك عبارة عن شخص متنبئ في العمارة وفي النمط العمراني، ولست مجرد ناقد سردي. وأقبل أسئلتي وأكون شاكرة للطفك الكريم. شكرا للطفك دكتور. شكرا أختي إيمان، ويعطيكي ألف أختي شيرين، ويعطيكي ألف عافية. ويا شيرين إحنا الأردن، أنا أحب الأردن جدا جدا. الأردن أنا ليا بيني وبين الأردن علاقة، يعني أهلي بيتي الأردن، مش أقدر أقولك يعني كيف بشعر بالحب وبالعطف وبالاحترام وبالتقدير وأنا في الأردن. فأنت على راسي، والأردن كل أهل الأردن على راسي، وأي حاجة تسأليها أنا تحت أمرك، وأنا هجاوب إجابات سريعة. بس عشان أكون صادق معاكي يا شيرين، أسئلتك أسئلة عميقة وكثيفة وتحتاج إلى حوار مطول، فأنا أرجوكي إن إحنا نكون على تواصل. وأخويا عمر عنده قنوات التواصل معايا، سواء الإيميل ولا نعمل اجتماع مثلا مصغر، أنا تحت أمرك. وخليني أجاوب بس إجابات سريعة احتراما لتساؤلات حضرتك. قضية الإبقاء أو عدم الإبقاء على الموروث المبني، ودي طبعا قضية محتاجة حوار كبير جدا جدا، لكن أنا مهتم هنا أختي شيرين بفكرة كيف نتعامل مع التراث كمنصة للإبداع المستقبلي، كيف نبذل مجهود يتجاوز التكوين المادي لهذا التراث. وأنا معجب جدا بالجملة اللي حضرتك طرحتيها، الخاصة بأن قد يكون هذا الموروث به حلول للمستقبل، وأنا متفق معاك 9250%، لكن إحنا ما بنبذلش هذا الجهد، لأن علشان نتيقن أن الموروث به حلول للمستقبل، ده لا يمكن يتم عن طريق إن إحنا نعمل مشربية ونعمل عقد ونعمل فناء. ده يجب أن يتم من خلال فهم علاقات، فهم أنساق، فهم مفاهيم، كيف عبر هذا التراث عن قيم، وكيف يمكن أن نستنتج منه استنتاجات عميقة تنتج عمارة وعمران مستقبلي جديد. أنا أيضاً أختي الغالية لم أتناول العمارة الأيقونية بما طرحتي حضرتك. أنا أوافقك على كريستال بالاس وتعبيره الصناعي، أوافقك على آيفل تاور وتعبيره، لكن أما نتكلم على مشروع زي مشروع النخلة أو مشروع زي مشروع خريطة العالم في دبي، دي تنمية عقارية أيقونية، تنمية عقارية الهدف منها كان نريد أن يتحدث العالم عن مدينة فيها مشروع فيلات. مشروع الفيلات ده مبني على جزر مبعثرة، لو خدت طائرة وحلقت فوق هذا المشروع هترى خريطة العالم، أو لو حلقت يميناً هترى نخلة رقم واحد، أو حلقت يساراً
ترى نخلة رقم 3. هذا المستوى من التنمية العقارية الأيقونية هو ما أرفضه في مشروعات الخليج، وخاصة أنها تتم بتأثيرات بيئية سلبية جداً، وردم للشواطئ وردم لمخلوقات وبيئات بحرية وخلافه. وده ينقلنا إلى فكرة أن حضرتك بتكلميني على أن طرحك اليوم هو طرح عن المستقبل وليس فقط سردية لمشروع. هو الواقع أن المحاضرة عن كده، أنا بتكلم عن المستقبل، أنا بتكلم على كيف نتعلم من الماضي ونسقطه على الحاضر ونستشرف منه مستقبل، ونؤمن أن هناك إمكانية لإنتاج لغة مستقبلية. النقطة الأخيرة دكتورة شيرين، يعني مع كامل احترامي وتقديري، أنا دايما بتسأل هذه النوعية من الأسئلة اللي ليها علاقة بيه، عايزين نقارن ما بين القاهرة والدوحة، عايزين نقارن ما بين العراق والدوحة، عايزين نقارن ما بين دمشق والدوحة، وأنا أقول لهم حرام عليكم، حرام عليكم نتكلم على مجتمع. أنا وريت لكم صورة النهاردة من 70 سنة ولا 80 سنة كانوا واقفين يصطادوا سمك على البحر، أو بياخدوا مركب يروحوا يصطادوا بيه سمك. أنا أعتقد أن النظرة المنصفة هي أن إحنا نسأل نفسنا، هذه الدول التي حباها الله سبحانه وتعالى بكم مذهل من الأموال، هل تجاوزت حقبة أننا نصرف الأموال بدون وعي وانطلقت إلى مرحلة فيها بناء مؤسساتي، فيها بناء معرفي، فيها بناء إنساني؟ الدولة اللي قدرت منهم تعمل ده أنا رأيي إن إحنا ننحني ليها. الدولة منهم اللي مستمرة في الإنفاق ببذخ على اللا شيء، أنا رأيي أنها تستحق أن نلومها. لكن فكرة أن نقارن مدن الخليج سواء المنامة أو الرياض أو جدة أو الكويت أو مسقط أو الدوحة بمدينة في عراقة بغداد أو عراقة دمشق أو عراقة القاهرة، أنا أعتقد أن ده يبقى ظلم كبير. شكرا جزيلا، ويعطيك ألف عافية دكتورة شيرين. تحت أمر. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع. سلام ورحمة الله وبركاته.